طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا ان شاء الله باذن الله شرح اسئله الامتحانات بتاعت اخر 3 سنين. عندنا كذا درس مهم رقم واحد، عندنا حاجه اسمها مايوكارديال انفاركشن. مايوكارديال انفاركشن سريعا كده يعني ايه؟ ما احنا عندنا الهارت بتاعنا بالشكل الجميل ده، رايت سايد وليفت سايد، الدم المفروض طالع من الفنتركل على الاورطه، من الاورطه يوصل للكورنيا عشان يغذي عضله القلب. كلمه ام اي يعني حصل اوبستراكشن في الاورطه، حصل استينوز، عنده اسيروسكلوز ولا حاجه واتكون عليها ثرومبس، فالارت اتقفل خالص في حته مات من القلب، حصل لها انفاركشن. يبقى كلمه مايوكارديال انفاركشن يعني حصل اسكيميا ادت الى نيكوز، اسكيميك نيكوز اوف كارديك ماسل. ليه؟ ديو تو اوكلوجن اوف اتس بلاد سبلاي. ما يهمنيش ده، يهمني ايه الكومبليكيشن بتاعت الام اي. اللي عنده ام اي ده ايه الكومبليكيشن ممكن تحصل له؟ بيحصل نوع من الكومبليكيشن، حاجات بتحصل بسرعه في نفس اليوم اللي حصل فيه ام اي اسمها ايرلي كومبليكيشن، وحاجات بتحصل بعدها بحوالي شهر اسمها ليت كومبليكيشن. يبقى يكونش عندي حاجات ايرلي وحاجات ليت. ايه الايرلي كومبليكيشن اللي ممكن تحصل؟ تعال نشوف. رقم واحد في الكومبليكيشن حاجه اسمها شوك. يعني ايه كلمه شوك؟ كلمه شوك عباره عن سيركيولاتري فيلير. حصلت ليه الشوك؟ حاجه من الاثنين، يا اما كارديوجينيك شوك يا اما نيوروجينيك شوك. ازاي الكلام ده؟ لو حصل انفاركشن دلوقتي وحته ماتت من القلب، الحته اللي ماتت دي مش هتعمل سيفير بين، حصل نيكروز طلع منها مليت وتشغل النيفات فحصل سيفير بين. احنا البين الخفيف عندنا بيشغل السمباثيك، لكن لو البين جامد شديد جدا يشغل الفيجال او الباراسمباثيك. فلو حته ماتت يا محمد وحصل سيفير بين، شغلت الباراسمباثيك او الفيجال، يعمل الفيجال يعمل فازو دايلاتيشن، ويعمل كمان يعمل بريدي كارديا. لما يكون عندي فازو دايلاتيشن مع بريدي كارديا سيركوليشن واسعه مع قلب بطيء، اصبح كميه الدم بتلق في السيركوليشن ولا لا؟ لما الدم يلق كده ما يوصلش للفيرنو تيشو فيحصل حاجه اسمها شوك او سيركوليتوري فيليا. يبقى رقم واحد دي بسميها نيوروجينيك شوك لانها نيرفس تيشو فيجل. حصلت ازاي نيوروجينيك؟ ان لما حصل انفكشن حصل سيفير بين، والسيفير بين شغل الفيجل، فالفيجل عمل فازو دايلاتيشن مع بريدي كارديا، يعني هاي بوتنشن مع بريدي كارديا. احنا متعودين اي شوك بيحصل فيها تاكي كارديا، اي شوك بيحصل فيها انه هاي بوتنشن، الهاي بوتنشن المفروض يعمل ريفلكسي تاكي، لكن عشان هي فيجل فحصل معاها هاي بوتنشن مع ايه؟ بريدي عشان الفيجل. الشوك دي اسمها نيوروجينيك، سببها ايه؟ حصل بسبب السيفير بين. يبقى حلها ايه؟ اقول لك ضيع البين تخف الشوك، صح؟ لو خد انرجيزيك. يبقى رقم واحد اول حاجه ما تعملش حاجه اسمها شوك نيوروجينيك. حصلت ازاي نيوروجينيك؟ لما حصل انفكشن حصل سيفير بين ادى الى فيجال ستيميليشن، صح كده؟ ايه الكلينيكال بيكشر بتاعتها؟ اي شوك في هايبو ولا هايبوتنشن؟ اي شوك في الدنيا في هايبوتنشن كان المفروض يحصل تاكي، بس هنا يحصل معاه بريدي كارديا عشان ده فيجال بيشغل بريدي كارديا بيشغل الباراسمباثيك. اعالجها ازاي؟ تضيع البين ضاعت الشوك، ابتديت من تحت ادي انرجيزيك او زي المورفين، اوقف المين الباراسمباثيك ده، ادي باراسمباسو ليتيك او سمباسو ميميتيك، دي اسمها نيوروجينيك شوك. الشوك الثاني اسمها كارديوجينيك شوك. حصلت ازاي؟ لو حصل انفكشن وحته جزء كبير من عضله القلب مات، لو جاز مات جزء كبير من القلب ساعتها هيحصل ايه؟ احنا قلنا كلمه شوك يعني السيركيولاتي فيلر الدم بيلق في السيركيشن وصلاح مش واصل للتشو كويس، فالعيان دخل في كوما وكلام من ده. لو حصل ماسيف انفكشن يا محمد يا صلاح جزء كبير مات من القلب، ساعتها الجزء الباقي ده قادر يضخ الدم في السيركيشن؟ لا، فكميه الدم هنا قلت او الكارديك اوت قل، فحصل برضه شوك، بس الشوك دي سببها البين وسببها ان حصل ماسيف انفكشن. عشان كده سميناها كارديوجينيك، يعني حصل ماسيف انفكشن مات اكتر من 40% من الكارديك ماسل، وبالتالي حصل بامب فيلير، القلب ما عادش قادر يضخ الدم. يحصل معاها هايبو ولا هايبرتنشن؟ اي شوك معاها هايبو تنشن، بس معاها ريفلكس تاكي كارديا. هتقولي تاكي ازاي؟ ما هو القلب مات، هقول لك الجزء الباقي ده هيصلع عشان يحاول يعوض الشوك. حلها ايه؟ لما حصل كارديوجينيك شوك مات جزء كبير من الفنتركل، ساعتها الدم ما عادش طالع الاول، الدم قاعد كده. فالاتريوم ده ما يعرفش يفضي الدم بتاعه في الليفت فنتركل، فاللنج ما تعرفش تفضي، فيحصل كونجيشن في اللنج، يعمل حاجه اسمها بالمونري إديما. يبقى علاجها يقول لك رقم واحد عالج البالمونري إديما. بعالج البالمونري إديما ازاي؟ بثلاث حاجات بحرف الدي، ديجيتاليز دايريتكس دايليتو اللي هي الفازو دايليتو. والعلاج الثاني ان العيان ده الوقت القلب معظمه ميت، العيان ده محتاج هارت ترانسبلانتيشن. لو عاوز اصبره لحد ما اجيب له قلب اعمل ايه؟ القلب ده معظمه ميت بيضخ كميه دم قليله قوي، فالكميه دي مش مكفيه التشو، ممكن عندي يحصل له اورجان دامج. بحط بالونه كده بالقسطره في الاورطه، قسطره كده وفيها بالونه، واعمل ايه؟ القلب جزء صغير اللي مات ضخ كميه دم صغيره قوي، مش قادر انها توصل للتشو، على الدم عمال يلق كده، فاعمل ايه؟ اول ما انا حطيت القسطره فيها بالونه، القلب ضخ كميه دم قليله، انفخ البالونه الموجوده في الاورطه. فلما انفخ البالونه هزود البرشر الانترا اورتيك برشر، لما البرشر يزيد كمية الدم القليلة تضغط وتمشي بالعافية وتروح للبين وتروح للكدني وتوزع على التشو. حد فاهم حاجة؟ اسمها انتر اورتيك بالون كاونتر بالسيشن. كاونتر عشان هي شغالة عكس القلب، لما يكون تراكت هي تفضي عشان تفتح الطريق، لما هو يقفل الفنتركل ويريلاكس هي تنفخ عشان تضغط وتزق الدم، اسمها كاونتر بالسيشن. يبقى الشوك الثانية اسمها كارديوجينيك يا محمد. حصلت ازاي؟ سببها ان حصل ماسيف انفاركشن، اكتر من 40% اوف كارديك ماسل حصل لها دمج، ادى لها سيفير بامب فيلير، ما عادش قادر يضخ خلاص، القلب باظ. ككلينيكال بيكشر شوك يعني هايبو ولا هايبر، اي شوك هايبوتنشن، بس هنا معاها ريفلكس تاكي كارديا. حلها ايه؟ اقول لك رقم واحد هي حصل فيها البالمونيا قديمه، فعالج البالمونيا قديمه زي ما هناخدها في الهارت فيلر، ديجيتاليس دايريتك دايليتو فاز دايليتو. رقم اثنين اعمل حاجه اسمها ميكانيكال اسيست ديفايس. ايه الميكانيكال اسيست؟ حاجه اسمها انترا اورتيك بالون كاونتر بالس. اصلها شويه ولا زي ما احنا؟ لا
اوكي تمام. دي بقى كم واحد شوك الشوك حاجه من الاثنين، يا اما كارديوجينيك يا اما نيوجينيك. النيوجينيك حصلت ازاي؟ قلنا سي في بين قد ايه؟ فيجل ستيميوليشن عملت هاي بوتنشن و بادي كارديا علاجها المورفين. طب والكارديوجينيك قلت ماسيف انفاركشن اكتر من 40% ادى لسي في بامب فيلير. تشتكي من ايه ده؟ قلت هاي بوتنشن و تاكي كارديا علاجها عالج البالونه يا ديما وانت روتك بالون كاونتر بصش. يبقى رقم واحد شوك. رقم اثنين يحصل ايه تاني ككومبليكيشن؟ يحصل حاجه اسمها اكيوت هارت فيلير. ما هو برضه لو حصل انفاركشن ومات جزء كبير من القلب اكيد الجزء الباقي مش قادر يضخ كاردياك اوتبوت كويس، كميه الكاردياك اوتبوت قلت فحصل هارت فيلير. حصل كونيك ولا دلوقتي حالا اكيوت؟ اكيوت. الطبيعي ان احنا متعودين اي هارت فيلر القلب بيكبر كده مش قادر يضخ فالدم عمال يتجمع فيه فيحصل كارديوميجل، ما هو كونجستد بالبلاد ما بيضخش. لكن انا هلاقي عنده هارت فيلر بس لحق القلب يكبر لا، فاسمها حاجه اسمها اكيوت هارت فيلر وذ نورمال هارت سايز، حجمه لسه زي ما هو مش يتشخص بالاكسري زي ده بيبان في الاكسري. يبقى رقم 2 في الكومبليكيشن حاجه اسمها اكيوت هارت فيلر وذ نورمال هارت سايز. يبقى اول حاجه في الكومبليكيشن بتاعت الام اي رقم 1 شوك يا كارديوجينيك يا اما ساعات يجي سؤال يقول لك نيوجي، اتكلمنا على الكارديوجينيك بس لوحدها. رقم 2 حاجه اسمها في الكومبليكيشن اكيوت هارت فيلير وذ نورمال هارت سايز. رقم 3 في الكومبليكيشن يحصل ايه؟ يحصل حاجه اسمها مايوكارديال ابشر. يعني ايه مايوكارديال ابشر؟ ما هو لو حصل انفاركشن دلوقتي الحته اللي ماتت من القلب دي قويه ولا ضعيفه؟ ضعيف. لو حصل انفاركشن الحته اللي ماتت دي حصل فيها نيكوزس، فالحته اللي ماتت دي بقت ضعيفه جدا نيكوتيك ايه صح؟ ايا كان مكانها ممكن الحته دي في الوول او ممكن في الانتر فينتريكولار سيبتوم او في البابليا المصيد. لو حصل انفكشن الوول ده بقى ضعيف والهارت جاي كونتاكت عمال يضخ الدم والبشره قدامه عالي، الحته الضعيفه دي مش ممكن تروح مبشره صح؟ لو ابشرت الدم يطلع من القلب يعبي في البيريكارديال ساك، فلما البيريكارديوم يتملي دم يفعص على مين؟ في النص على الهارت نفسه. القلب يتفعص في النص يبقى عامل زي كده وحواليه مين؟ دم. دي اسمها كارديك تامبون. دي بقى كم واحد مايوكارديال ابشر. لو ابشر الول يعمل حاجه اسمها لو ابشر الول بلاد فيلز بيريكارديوم، ولو لما الدم يملى البيريكارديوم يعمل كارديك تامبون. طب لو ابشر السيبتوم يحصل ايه؟ القلب ساعتها ميجي كونتاكت الدم جزء منه هيطلع في الاورطه وجزء هيروح على مين؟ على الوايت سايد من خلال السيبتوم. ده اللي عنده حته مفتوحه في السيبتوم اسمها في اس دي في الاطفال صح؟ لكن ده اكوايرد ولا كونجينيتال في اس دي؟ دي اسمها اكوايرد في اس دي بيموت على طول بسبب القصه دي. رقم 3 البابليا المصل. عندنا المفروض المايترال فالف كان بيفتح لتحت كده ينزل الدم الاتريال الفنتريكل ويقفل كده يفتح يقفل، ليه بيرجعش بالعكس؟ عشان في حاجات ماسكاه من تحت كده صح؟ ملجمينه بحاجه اسمها بابليا المصل صح؟ الفالف يفتح يقفل، ليه ما بيرجعش بالعكس كده لفوق عشان في تحت مين؟ بابليا المصل. لو حصل انفكشن في البابليا واتقطع اصبح الفالف متساب يروح ويرجع بالعكس، يحصل حاجه اسمها اكيوت مايتال جيرش. اكيوت مايتال جيرش. يبقى انا قلت ثلاثة كومبليكيشن، رقم واحد شوك يا كارديوجينيك يا منيوجينيك، رقم اثنين اكيوت هارت فيلير وذ نورمال، رقم ثلاثة مايوكارديال ابشر. لو ابشر الاول اعمل حاجة اسمها كارديك كومبونين، والسبتم اكوايرد في سي بابليا المصل حاجة اسمها اكيوت مايتال جيرش. رقم أربعة يحصل ايه كمان في الكومبليكيشن؟ عندي يحصل له ايه كمان؟ عندي ممكن يحصل له اريزمي، واحنا عارفين الاريزمي يعني ريجولاريتي في الهارت ريت صح؟ يا الهارت ريت زاد او قل او بقى ريجولار ديستيبلز في الهارت ريت. اللي عندنا ممكن يحصل له نوع من الاريزمي، يا اما تاكي القلب الهارت بقى سريع قوي، يا اما بادي اريزمي القلب بطيء قوي. اشمعنى؟ احنا الهارت بتاعنا ولو حصل انفكشن كده مثلا في الاس نود او في الايفي نود، ساعتها لو دي ماتت فالكهرباء هتمشي من الايفي نود للفنتريك الكهرباء تبقى بطيئه، او لو دي شغاله والاس نود هي الايفي نود هي اللي ماتت فما عادش في كوندكشن من هنا لهنا فالكهرباء الواصله بطيئه، دي اسمها بادي اريزميا. لو بطئ قوي يوصل لحاجه اسمها هارت بلوك. طب لو حصل انفكشن في الفنتريكل كده وحته ماتت حصل لها نيكروزس طلعت نعم ديتو عملت اريتيشن للحته اللي حواليها دي بقت الحته دي هايبر اكسايتابل اريا الكهرباء بتاعتها تزيد تشتغل كفوكس تطلع امبلس اسرع من الاس نود بسرعه 600 مثلا فالفنتريكل يبقى شغال سريع قوي اسمها في تاك تتنور برضه. ممكن يحصل بادي اريزميا زي الهارت بلوك او تاكي اريزميا زي الفي تاك دول اشهر اثنين اريزميا. صعب الكلام ده؟ طيب اخر كومبليكيشن ممكن تحصل اخر حاجه ممكن يحصل حاجه اسمها اكيوت دايت بيريكاردايتس. لو حصل انفاركشن والقلب حصل له نيكوزس كده هيطلع منه ميديتو، الميديتو هتعمل ايفيتيشن لمين؟ للبيريكارديوم فيحصل بيريكاردايتس. سميناها دراي عشان هي انفلاميشن بس من غير افيوشن، لكن ممنوع اديله ثرومبوليتيك سيرج عشان لو خد ثرومبوليتيك سيرج في الحاله دي البيريكارديوم انفلامد فالكابيلا ضعيفه، لو خد ثرومبوليتيك الكابيلا هتنزف فيحصل هيمواجيك افيوشن. تعمل حاجه اسمها تامبونات برضه. اخر حاجه ممكن يحصل صادن ديس. ليه يحصل صادن ديس؟ بسبب كل اللي احنا قلناه. ايه الكومبليكيشن بتاعت الام اي كلها؟ كنا بنلخصها كده بنقول القلب بيتكلم واحنا عمال يقر على قلبه، قلبه قال لي يا عم بطل قر عليا، القلب كلم صاحبه بيقول له كده بيقول له كفايه قر عليا ده انت اللي فشلتني، اديتني الشوك في قلبي وفجاه قتلتني، قال له ايه كفايه قر عليا؟ كلمه قر اللي هي مين؟ اريزميا، والاريزميا حاجه من اتنين، يا اما تاكي اريزميا زي الفيتاك صح فنتريك تاك كارديا او بادي زي الهارت بلوك، ده انت اللي فشلتني القلب بيتكلم حصل له اكيوت هارت فيلير بس وذ نورمال هارت سايز، اديتني الشوك، قلنا الشوك حاجه من اثنين يا اما كارديوجينيك يا اما نيوجينيك. نيوجينيك سبب سي في بنشغل الفيجل تشتكي بهاي بوتنشن و بادي كارديا علاجها المورفين انرجيزك ضيع البنغ. طب الكارديوجينيك ماسيف انفاركشن اكتر من 40% ادى لسي في بامب فيلير،
يشتكي من بالمونه ايديما هاي بوتنشن وهتاكي كودي علاج يعالج البالمونه ايديما بالثلاثه دي، واعمل حاجه اسمها انت اوتيك بالون كاونت بالسيشن. كفايه قوي على دنتال فيش، اديني اديتني الشوك في قلبي ففرقعته وفجاه تلتني فرقعته، هنا حصل ماي كارديال ابشر. لو ابشر لول يعمل حاجه اسمها تمبونادو، لو ابشر السبتم يعمل حاجه اسمها بي سي دي، والبيلر مصر حصل حاجه اسمها كيوت مارجيش، وفجاه تلتني انا حصل صار الناس بسبب كل الحاجات اللي فاتت، وازود عليهم دايبيكولاتس. اسرع شويه احنا ممكن نمشي البيت معادي زي كده، بس هيبقى مميز انك انت مش هتذاكر بعد الحصه كتير يعني، او ممكن نسرع ونلم بتاع كله في نص ساعه، بس هياخد منك وقت. يبقى رقم واحد ايه الكومبريشن منهم اللي كومبليكيشن كفايه اول ايه ابيزم يا اما تاكي يا اما بادي ابيزم صح في تاك هارت بلوك. ده انت الفشلتين قلنا اكيوت هارت فيلر وزنومولوتس، اديت الشوك قلنا الشوك حاجه ممكن يا اما كارديوجينيك يا اما نيوروجينيك شوك. بعد كده فايك فجاه ففرقعت ماي كارد لو شالوه لعمل تمبونال والسبتم اكوايرد في سي دي بابيليا مصر اكيوت مرض الجيش. اخر حاجه صابين بس دي اسمها ايه الكومبليكيشن. طبعا عندنا حاجه اسمها ليت كومبليكيشن، او مين هي ليت كومبليكيشن اوف ام ار ليت، يعني حصلت بعد حوالي 4 اسابيع او شهر. مين هي؟ رقم واحد حاجه اسمها بوست انفكشن سندوم، اسمها ايه؟ بوست انفكشن سندوم، او بسميها دريزلر سندوم. جه سؤال قبل كده قال له جيف شوت او ديفاين دريزلر سندوم، ايه اللي حصل؟ المفروض احنا الهارت بتاعنا في حته منه ماتت بالشكل ده كده. احنا الهارت بتاعنا عندنا 3 انتيجين في جسمنا الاميون سيستم ما يعرفهمش، عمره شافهم، من ضمنهم القلب. يا لو حصل انفكشن ليكوزس كده وشويه حته من الكارديك مسل مشيت في السيركيليشن من البروتين بتاعه، الاميون سيستم شافها يستغرب يكون لها انتي بودي. تاني لو حصل انفكشن والحته دي شكلها اتغير بقت نيكوتيك، ايه البروتين ستراكشر بتاعه اتغير، يبدا الاميون سيستم يهاجم القلب ده ويهاجم الحاجات اللي شبهه واللي جنبه، فالانتي بودي تتكون. عشان تتكون هتاخد فتره صح، مش في يوم وليله، حوالي شهر. عشان كده ليه الانتي بودي تهاجم الهارت تضرب البريكارديوم تعمل حاجه اسمها بريكارديس، تضرب اللي جنبه واللي شبهه، تضرب مين جنبه البلور تعمل حاجه اسمها بيلوس، وتضرب النيو اللنج نفسها تعمل حاجه اسمها نيومونايتس. يبقى حصلت كذا حاجه بحرف البي، بريكارديتس بيلوس نيومونايتس. وعشان الانتي بودي عمال تعمل تشو دامج فبيطلع ميديتور تشغل هيت ريجوليتنج سنتر فيعمل شويه فيفر. دي حصلت بعد كام بعد 4 اسابيع وحصل فيها 4 حاجات. هي حصلت زي اوتو اميون في علاجها كورتيزون. يبقى يعني بوست انفكشن سندروم او ليزر سندروم عباره عن اوتو اميون فينومنا، مش منطقيه. اوتو اميون فينومنا اجينست نيكوتيك تشو صح ولا لا؟ اوتو اميون ضد النيكوتيك تشو بتحصل اوكي وزن 4 ويكس بعد 4 اسابيع بيحصل فيها 4 حاجات. لا بقى بحرف البي هم بالترتيب بيريكارديتس جنبها بيلوسي نيومونايتس، وازود عليهم مين في حرف البي برضه؟ بايركسي. في فيروس صلاح بايركسي. الله عليك يا صلاح، الله عليك لما تبدا. طيب يبقى حاجه اسمها بوست انفكشن. طب لو قال لك ديفاين الدريزلر سندروم خلاص بقى، يبقى ايه الدريزلر سندروم؟ عباره عن ايه؟ اوتو اميون فينومينا جنسنا كنت ايش حصل في 4 اسابيع و4 حاجات بحرف البي علاجها ايمينو سابيس بتاعك. قلت في الليت بوست انفكشن سندروم اللي احنا قلناه الدريزلر، رقم 2 يحصل حاجه اسمها بوست انفكشن انجينا. عيان كان عنده ام اي وبعد شهر جاله انجينا طبيعي، ما هو كده كده عنده البلاد فيسل فيها اسيوسكلوزس، فهنا حصل ام اي الشهر ده، ممكن الشهر الجاي البلاد فيسل اللي كان اسيوسكلوزك ده يضيق خالص ويعمل ايه؟ انجينا صح ولا لا؟ يا بوست انفكشن انجينا بتحصل بسبب افكشن اوف اذر كورنرز. بوست انفكشن سندروم بوست انفكشن انجينا. رقم 3 في الليت كومبريكشن حاجه اسمها مايكارديال انيوز. يحصل مايكارديال انيوزم ازاي؟ دلوقتي لو حصل انفكشن الرول بتاع الهارت بقى قوي ولا ضعيف؟ قلنا بقى ضعيف. الرول ده كان ممكن يربشر ايه اللي يعمل ايه اللي كومبليكيشن، بس ممكن الرول الضعيف ده يبقى لسه ماسك نفسه شويه. اللي عنده اولد ايج وعنده اسيوسكلوز وبلاد بريشر هنا عالي، الهارت جاي كونتاكت لها مقاومه عاليه قوي، فالحته دي تعمل بلج البلد، تعمل حاجه اسمها مايكارديال انيوزم. ايه مشكله الانيوزم ده؟ بيعمل حاجات كتير قوي، الدم يتجمع فيه كده يعمل حاجه ويبقى يبعت ثرومبوس، يعمل ثرومبوس يبعت امبولي للجسم، يعمل حاجه اسمها ريكرنت امبوليزم. او الدم يتجمع فيه ويعمل اريتيشن وول يعمل ريكرنت اريزميا. او الدم يتجمع فيه يحصل حاجه اسمها ريفراكتوري هارت فيل، اللي القلب بيكون تعبت، جزء الدم من الدم يطلع في الاورطه وجزء بيروح في مين؟ في الانيوزم. فالدم اللي طالع هنا قليل، مهما تدي ديجيتالز وحاجات برضه نص الدم رايح هنا ونص رايح هنا، فبيتحسنش، اسمه ريفراكتوري هارت فيلر. او احنا فاهم خالص يحصل حاجه اسمها ابشر انيوزم. يبقى الانيوزم بيعمل 4 حاجات بحرف البي، في حرف الار ايه هما؟ قلنا كارنت امبوليس، كارنت اريزميا، افكت هارت فيلير، رابشر انيوزم. بعرف ان في انيوزم ازاي؟ بلاقي عنده حاجتين، ايه هي؟ بلاقي الكهرباء ماشيه كده في الانيوزم، فمقربه من الشيست وول قوي، وانت حاطط الليدز بتاعت الاي سي جي على الشيست وول، لما الكهرباء تقرب من الشيست وول يعمل حاجه اسمها اس تي اليفيشن. المفروض الاي سي جي بتاعنا بالشكل ده كده، الدي الاس تي الحته دي كده ايزو الكتريكال اهي، بعد كده ديت ويف. لما بيحصل ام اي بيحصل اس تي اليفيشن، المفروض بعد اسبوعين ترجع نورمال. لكن لو عنده انيوزم الكهرباء هتفضل ماشيه في الانيوزم مقربه من الليدز، كل ما الكهرباء متقرب من الليدز تدي اليفيشن، فاهم حاجه؟ الويف بقت عاليه، الكهرباء عاليه، فيبقى الاس تي اليفيشن ما نزلتش، كانت اليفيتد في الام اي وفضلت عاليه على طول. اقول له انت قلبت من الفانكشن لمين؟ الانيوزم. وبلاقي عنده حاجه اسمها دبل ايبكس، ايبكس القلب وايبكس مين؟ الانيوزم. علاجه ايه؟ يعمل حاجه اسمها انيوزمكتومي. يبقى حاجه اسمها مايكارديال انيوزم، بلاقي عنده ايه؟ حاجتين، بيرزيستنت اس تي اليفيشن صح؟ ده في الاي سي جي، وكلينيكالي عنده دبل ايبكس.
الكومبليكيشن بتاعت الانيوزم اربعه. ايه هي؟ افكت كارنت امبولاي كارنت اريزميا افكت هارت فيلير رابتشر انيوزم حلو انيوزمكتومي. يبقى ليت بوست انفكشن سندروم بوست انفكشن جينيميوكارديا انيوزم. اخر حاجه في الليت يحصل حاجه اسمها ثرومبو امبوليزم. عيان عنده ام اي دلوقتي الحته اللي ماتت دي بتتحرك ولا بتتحركش؟ بتتحركش. وكمان الحته الميت دي بقت نيكوتيك يعني سموز ولا رف؟ رف. لما تكون حته رف وبتتحركش يتكون عليها ثروم بس دي اسمها ثروم بس. لما تتقطع وتمشي في السيركيشن تعمل امبولاي صح؟ ما هي ثروم بس هنا لو مشي يبقى اسمها امبوليز. فده اسمه ثرومبو امبوليزم بسبب ثرومبوز على الميورال سيرفيس بتاع القلب. ممكن كمان يحصل ثرومبوز لان عنده ام اي فقع فين في السير. لما حصل البرونج اللي بيكمل سواء فتره طويله يحصل له حاجه اسمها دي في تي. والدي في تي تمشي 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 تروح على الرايت سايد وتحطها على قفله البلمونه وتعمل حاجه اسمها بلمونري امبوليز. يبقى الاثنين اسوأ من بعض. يبقى ثرومبو امبوليزم يحصل ايه؟ يا اما حصل انفاركشن فبقى عنده رف سيرفيس اللي هو النيورال سيرفيس ده فيحصل عنده مين؟ ثرومبوز في القلب نفسه ثرومبو امبوليزم ثرومبو امبوليزم. يا اما البرونج اللي بيكمل تعمل حاجه اسمها دي في تي تؤدي الى بلمونري امبوليزم. يبقى الليت بوست انفكشن سندروم بوست انفكشن جوينت مايوكارديا انيوريزم ثرومبو امبوليزم. اخر حاجه يحصل حاجه اسمها فروزن شولدر اللي عند كتفه بيفضل مخشب شويه. اصل لما كان عنده انفكشن كان الوجع مسمع في الكتف الشمال ليفت شولدر فضل فتره ما يحركش كتفه فحصل شويه اتروفي في المصل مع شويه فايبروز دي مش مهم. يبقى مين الليت كوميونيكيشن؟ الليت حصلت اثناء الام اي ولا بعده؟ بعد. فبقول الليت دي ما بعد الانفكشن صح؟ ما بعد الانفكشن سندروم او انجاي ثم انيوريزم او ثرومبو امبوليزم. ما بعد الانفكشن يعني بوست انفكشن سندروم صح؟ بوست انفكشن انجاي ثم على نفس الوقت ثم انيوريزم او ثرومبو امبوليزم. بوست انفكشن سندروم ديز لو قلنا عباره عن اوتو مين فينون اجنس كوتو فيشو بتحصل باربع اسابيع واربع بي بلوسي بريكوريس بنيوماتس فيفر علاجها كورتيزون. بوست انفكشن انجينا انجينا بعد الام اي بسبب افكشن في اذر كورنري مايكارديا انيوزم عنده دبل ابيكس وبوزيشن اسيت تيليفيشن واربع او ريكونت امبوراي ريكونت ازمي افكت هارت فيلر ربش انيوزم حلو انيوزمكتومي ثرومبو امبوليزم. يا اما على الميور سيرفيس بتاع القلب نفسه عمل ثرومبو امبوليزم يا اما اخر حاجه زود فروزن شولدر. دي اسمها كومبليكيشن اوف ام اي. يجي لك سؤال كومبليكيشن في ام اي هتكتب هم ايه دولي؟ او يجي لك سؤال ديفاين ريزلر سندروم زي ما جابها قبل كده اللي احنا قلناها دي صح؟ بص انفكشن سندروم او ريزلر سندروم مين فينومينا. او يجي لك سؤال كارديوجينيك شوك تعرف تقول كارديوجينيك شوك حصل ماسيف انفكشن فبامب فيليا هاي بوتنشن وبالون قديمه اوتك انت اوتك ديفايس اللي هي انت اوتك بالون كاونتر بس شنو عالجي بالون قديمه. يبقى في ثلاث اسئله ككون فانكشن وكريزلر وككارديوجينيك شوك. صعب الكلام ده؟ لا ماشي. طب ايه الدايجنوز بتاع الهارت فيليا؟ الدايجنوز دايجنوز هارت فيلر هارت فيلر في ام اي ازاي شخص عن ام اي؟ بص كلمه دايجنوز خدنا الكومبليكيشن بتاعت الام اي نخش على حاجه اسمها دايجنوز الام اي. الدايجنوز كلمه دايجنوز تشمل كذا حاجه تشمل كلينيكال بيكتشر وانفستيجيشن. انا بشخص اللي عندك كلينيكال دايجنوز وانفستيجيشن. تعال ناخد الانفستيجيشن ونسيب الكلينيكال بيكتشر لانها نفس الانجينا بس هنزود فيها شويه حاجات. نقول الكلينيكال بيكتشر كلينيكال مش نفس الانجينا. طب وهي ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت الانجينا؟ ما احنا لسه هنقولها بعد دقايق بس نقول كده. وزي الانجينا بيعمل شيست بين وعنده عنده حته مات في القلب عامله شيست بين بس بيزيد عن الانجينا انه ان الم اشد شويه عشان الانجينا كان مجرد اسكيميا لكن انا حته ميته فالالم ده بقى زي الانجينا بس بيختلف في كذا حاجه. رقم واحد مو سيفير بنسميه كروشنج بين الم عنيف جدا. رقم اتنين الانجينا كان ارتي ضيق خمس دقايق وخف تاني لكن ده ارتي مقفول على طول فالالم هنا يطول على الانجينا لان الانجينا تقعد نفسه ساعه يقعد خمس ست ساعات. يبقى رقم اتنين مو بولونجد. رقم تلاتة بيسمع في اماكن اكتر من الانجينا زي مثلا سمع في الشولدر ده ممكن يسمع كمان في الابيجاستريك فكمان مور ريديتنج. يبقى كلينيكال بيكتشر بتاعت الام اي محمد قلنا زي الانجينا يا صلاح بس بيزيد في ثلاث حاجات مور. ايه هم؟ مور سيفير مور بولونجد مور ريديتنج. وبعدين نوت ريليتد تو بريسيبيتيتنج فاكتور. الانجينا مثلا كانت بتيجي بالبريسيبيتيتنج فاكتور بتيجي بالستريس مثلا بالاكسرسايز عشان بيحصل تاكي كارديا ده بيجي والعيان نايم وهو نايم كده حصل هايبر فيسكوستي حصله ثرومبوز. يبقى نوت ريليتد تو بريسيبيتيتنج فاكتور صح؟ الانجينا بما انها بتيجي بالاكسرسايز فبتخف بالريست ده ملوش علاقه بالحاجات دي ما بيخفش بالحاجات دي نوت ريليفد باي ريست او سب لينجوال نايتيف. يبقى ككلينيكال بيكتشر بتاعت الام اي نفس الانجينا لسه هقول بتاعت الانجينا بس بزود عليها ايه؟ اعرف اللي هنزوده ايه هو؟ 3 مو 2 نوت مين 3 مو مو سيفير مور بولونجد مور ريديتنج نوت ريليتد تو بريسيبيتيتنج فاكتور ونوت ريليفد باي ريست او سب لينجوال نايتيف. طب ايه الانفستيجيشن بتاعت الام اي؟ احنا ايه انفستيجيشن بالكارد اتفقنا ان احنا نعمل 2 اي و2 اي 2 سي 2 اي اللي هم اي سي جي و ايكو و2 سي اللي هم كارديك سكان وكاستريزيشن وبزود واحده سي اللي هي كارديك انزيمز. يبقى كانفستيجيشن قلنا 2 اي و2 سي 2 اي اللي هو اي سي جي ايكو كارديك سكان كاستريزيشن وكارديك انزيم. تعال نشوف حاجه حاجه. رقم واحد لما نعمل ايكو كارديوجرافي المفروض الايكو ده بيصور القلب يشوف حركه الوول بتاعه الهارت. لو حته ميته في القلب بتتحرك ولا ما بتتحركش حته حصلها انفكشن بتتحرك فالحته دي فيها حاجه اسمها ابنورمال موشن او فيها حاجه اسمها اكاينيزيا. ايكاينيزيا ما فيش حركه خالص
الانجينا تعمل هايبو كاينيزيا حركه بطيئه، لكن هنا مفيش خالص. يبقى كايكو فيري عنده حاجه اسمها ابنورمال موشن اوف مايكارديا بنسميها اه كاينيزيا. جاء سؤال 2014 عندكم قال له ايه الامبورتنس اوف ايكو في الام اي، بيبين حته بتتحركش وساعات يبين الكومبليكيشن بتاعت الام اي، يعني لو حصل مايكارد لابشر هيبان في اس دي مايتر جيش كل بين كمان ديتكت الكومبليكيشن اوف ام اي. يبقى كم واحد ايكو بيعمل ايه؟ قلت يبين ابنورمال موشن او ايكاينيزيا، وكمان بيديتكت الكومبليكيشن اوف ام اي اللي هي مايتر جيش وكارديك تامبونات وكمان مين في اس دي. طب ايه كمان بعد الايكو عندنا اي سي جي؟ ايه الاي سي شويه عندنا حاجه اسمها كارديك سكان. ايه الكارديك سكان ده؟ بحث الماده المشعه في الدم. الماده المشعه دي المفروض لو القلب الكوينه بتاعته مفتوحه الماده المشعه توصل لكل نقطه في القلب، يعني القلب هيشرب الماده المشعه دي يا صلاح بشرط ان يكون الهارت ده ويل بيرفيوز بيوصله دم كويس. لو في ارتري مقفول كده في ثرومبوز وفي عامل ام اي الحته دي بعدلها دم ولا مش يوصل لها؟ فالقلب لو انا حقنت صبغه القلب كله هيشرب الصبغه ما عدا الحته اللي الارتري بتاعها مقفول. الحته اللي ما خرجتش الصبغه دي بسميها ايه؟ كولد سبوت، عشان هي ما خرجتش الصبغه. يبقى كارديكس كان بعمل ايه؟ بحق الماده المشعه اسمها سليم 201. السليم ده ماله؟ بقول القلب كله خارج سليم كده ما عدا الحته الميته. بقول تيكن باي هيلث مايكارديوم نوت باي اسكيميك. الحته الاسكيميك اسمها كولد سبوت، يبقى تيكن باي هيلثي نوت باي اسكيميك مايكارديوم اسمها كولد سبوت. والانجينا برضه كانت بتعمل كولد سبوت. ممكن احقن حاله ثانيه ساعتها احقن ماده اسمها تكنيشيوم. التكنيشيوم ده بيمسك في الحته النيكوتيك بس، يعني الحته دي بس اللي هتاخد ايه؟ التكنيشيوم، والباقي لا. التكنيشيوم بيدي الحته الميته بس، في الحته اللي خارج التكنيشيوم بقى اسمها كولد ولا هوت سبوت؟ هوت سبوت. يقول لك ام سي كيو الانجينا بتعمل كولد ولا هوت؟ كولد. طب الام اي كولد اند هوت، كولد بالسليم وهوت بين تكنيشيوم. تايهين؟ يبقى احنا قلنا حاجتين اتنين، قلنا ايكو وقلنا مين كارديكس كان. قلنا الايكو بيعمل ايه؟ ديتكت ابنورمال موشن اوف مايكارديوم سميناها ايكاينيزيا، ديتكت الكومبليكيشن اوف ام اي احنا عارفين. رقم اتنين بعد الايكو عملنا كارديكس كان بحق الماده وكم واحد اسمها سليم 201 مالها؟ قلت تيكن باي هيلثي نوت باي اسكيميك. الحته الاسكيميك اسمها كولد سبوت، او ماده اسمها تكنيشيوم بتمسك في الحته الميته بس اسمها بقى ايه؟ هوت سبوت. صعب الكلام ده؟ يبقى كارديكس كان رقم اتنين ايكو كارديكس. رقم ثلاثه عندنا حاجه اسمها اي سي جي وكاستر اي سي جي. تعال نشوف الاي سي جي. الاي سي جي بيبين ايه؟ رسم القلب. تعال نشوف احنا عندنا نوعين من الام اي، نوع اسمه ستيم اس تي ليفيتد ام اي او بسميه باثولوجيكال كيو ام اي، ونوع اسمه نون ستيم. النون ستيم ده زي الانجينا بيحصل فيه اسمه نون ستيم نون اس تي ليفيشن، يعني بيحصل فيه ايه بقى؟ بيحصل فيه العكس، يعني الاس تي سيجمنت بقى ديبست والتي ويف انفيرتد، يبقى زي الانجينا. مش هنقول حصل ازاي مش وقته. يبقى نون ستيم عنده ايه؟ زي الانجينا الاس تي ديبست اس تي سيجمنت وانفيرتد تي ويف زيه زي الانجينا از انجينا. لكن النوع التاني اسمه ايه؟ اسمه ستيم اس تي اليفيتد ام اي، او اسمه التاني باثولوجيكال كيو. طب اس تي اليفيتد يا صلاح يبقى عنده ايه؟ عنده اس تي اليفيشن او باثولوجيكال كيوي، في الكيوي كبيره شويه او اس تي اليفيشن. يبقى الاي سي جي حاجتين، يا ستيم يا نون ستيم. نون ستيم زي الانجين، نون ستيم يعني نون اليفيتد يبقى ديبست، والستيم يبقى اس تي اليفيتد او اسمه باثولوجيكال كيو مع باثولوجيكال كيو، يعني الكيوي وايد اند ديب بالشكل ده كده. ده كاي سي جي. طب ايه كمان؟ احنا قلنا اخر حاجه كاستريزيشن. ايه وظيفه الاستار؟ الاستار لها وظيفتين، لها دايجنوستيك فاليو اني بخش بالاستار بصور الفيسل مقفول فين، بحدد السايت بتاعه والسيفيريتي اوفوكلوجن، ده كدايجنوستيك. ثيرابيوتيك فاليو الاستار بخش بوسع فيها الفيسل، بوسع الفيسل بعمل حاجه اسمها انجيوبلاستي. يبقى كاستريزيشن دايجنوستيك وثيرابيوتيك. دايجنوستيك بديتكت السايت والسيفيريتي اوف انفكشن، طب ثيرابيوتيك بعمل حاجه اسمها انجيوبلاستي يعني توسيع الفيسل. صعب الكلام ده؟ يبقى احنا قلنا 2 اي و2 سي، اي سي جي ايكو 2 سي كاردكسن كاستريزيشن. قلنا اخر حاجه في سي اخيره اسمها ايه؟ اسمها كارديك انزيمز. ايه قصه الكارديك انزيم؟ المفروض احنا عندنا الهارت بتاعنا بالشكل ده كده، او اي خليه في جسمنا اصلا جواها انزيمز. طول ما الخليه هيلثي هي محتفظه بالانزيم بتاعتها جواها عشان هي هيلثي. لو حصلها نيكوز او دامج الخليه ابشرت فالانزيم طلعت فين؟ في الدم. فلما يحصل انجينا هل الخليه ماتت؟ لا صح؟ انجينا اسكيميا مؤقته، فالكارديك انزيم ما اتقلقش. لكن لو حصل ام اي الارتري اتقفل وحصل نيكروزس في الكارديك موسل، الخلايا خلاص حصل لها نيكروز ودمج فزاد البرميابيلتي فطلعت مين في الدم؟ الكارديك انزيم عليت في الدم عشان في دمج في الكارديك موسل صح؟ يبقى لو الكارديك انزيم عليت يبقى فعلا في ام اي، ما عليتش يبقى دي مجرد انجينا. مين هي الكارديك انزيم؟ عندنا كذا حاجه، حاجه اسمها سي بي كي او حاجه اسمها سي بي كي ام بي، مين هما؟ كرياتين فوسفوكينيز سي بي كي او سي بي كي ام بي، كرياتين فوسفوكينيز مايوكارديال باند. يا ترى مين السبيسيفيك اكتر للكارديك موسل؟ انا قلت اسمه ايه؟ مايوكارديال باند. يبقى دي كده ده سبيسيفيك صح؟ ده بتاع المايوكارديوم بس، لكن سي بي كده بيطلع من عضله القلب والعضلات الاخرى السكيلت موسل كلها، فده نون سبيسيفيك. الاثنين دول بيجوا بعد ايه؟ بعد عدد ساعات النوم، بيبانوا في الدم بعد عدد ساعات النوم. انت بتنام كام؟ الطبيعي من 4 ل 8 ساعات، من 4 ل 8. طب ايه كمان؟ عندنا حاجه اسمها واحد اسمه ال دي اتش، مالناش دعوه بيه، بيزيد بقى حوالي 10 ساعات بس، ده من سبيسيفيك بيطلع من الليفر ومن الهضم وكل حته. عندنا واحد اسمه المايوجلوبين. المايوجلوبين بحرف الام اقول لك من البدايه، ام مع ام، المايوجلوبين من البدايه، من البدايه من اول ولا من ثاني ساعه؟ من اول ساعه لحد كام؟ البدايه هنا كانت ايه؟ 4 لحد 4 ساعات، من واحد من البدايه المايوجلوبين لحد 4 ساعات. طب اخر واحد اسمه التروبونين. التروبونين ده بيزيد بعد كام ساعه تقريبا؟
اطرح تحت واجمع فوق، اطرح 1 من 4 3 و 4 و 8 اطرح تحت اجمع فوق 12 من 3 ل 12 ساعه. مين السبيسيفيك اكتر للتروبونين؟ الاثنين اللي فوق دول انزيم والاثنين اللي تحت دول بروتين او بايو ماركر. لو قلت لك ذا موست سبيسيفيك انزيم مش دول انزيم السبيسيفيك ام بي ام بي، قلت لك ذا موست سبيسيفيك بروتين او بايو ماركر التروبونين، ذا فيرست بروتين او فيرست ماي ماركر ماي جلوبين من البدايه. فاهم حاجه؟ خلصنا. قلنا الفيزيون كلها تاني ايه هي؟ مين هم الفيزيون كلها بدوي؟ قلنا 2 اي اللي هم اي سي جي و ايكو، 2 سي من هم كارديك سكان كاستابيزيشن وكارديك انزيم. قلنا كم واحد الايكو باينه حتى اسمها ابنورمال موشن اوف مايكارديوم او اسمها اكاينيزيا، وباين كمان ديتكت كومبليكيشن اوف ام ار زي الهارت فيلر والام ار والفي 3. طب رقم 2 اي سي جي نوعين، يا اما ستيم يا اما نون ستيم. الستيم عنده اس تي، النون ستيم زي الانجين ديبرسد اس تي وانفيرتد تيوب. طب الستيم او اسمه باثولوجيكال كيو اسمه ستيم، يبقى اس تي اليفيتد ام صح او باثولوجيكال كيو اف، مع ان في الاول بقى تيوب كبيره هايبر اكيوت في البدايه بس مش مهم. طب بعد كده كارديك سكان بدي ماده اسمها سيلم 201 قلت عامله ازاي؟ تيكن باي هيلسي نوت باي اسكيميك، الحته الاسكيميك اسمها كولد سبوت. طب والتكنيشن يمسك في الحته الاسكيميك بس اسمها هوت سبوت. طب بعد كده كاستريزيشن لها دايجنوستيك وسايبر دايجنوستيك، بيديتكت السايت والسيفيرتي اوف انفكشن طب اوف اكلوجن. طب السايبيوتيك بعمل بقى حاجه اسمها انجيو بلاست توسيع الفيسل وتركيب الدعامه. السي الاخير كانت كارديك انزيم، قلنا منهم سي بي كي وسي بي كي ام بي، وبعدين قلنا دول بعد عدد ساعات انهم 4 ل 8 السبيسيفيك هم مين؟ ام بي. طب من البدايه مايوجلوبين من البدايه من 1 ل 4 ساعات. طب بعد كده توبونين اطرح تحت 3 اجمع فوق 12 ده سبيسيفيك صعب الكلام ده، لكن انفستيجيشن ام ار. طب عالج ازاي عن المايكارديا انفكشن؟ التريتمنت بتاعه سهل مش مهم قوي، هنشوف. احنا بنعالج على كذا حاجه. عيان عنده ام اي مش وارد وهو جاي في الطريق كده ارت الفي اف نول حصل لها انفكشن في عيان دخل في هارت بلوك يموت، وده واجه وبرده وارد يكون حصل انفكشن في الفنتر اللي عامل حاجه اسمها فيتاك، مش قلنا بيحصل ايرلي كومبليشن فيتاك دول يموتوا في السكه. فلازم اعالج وانا لسه جاي من المستشفى قبل ما يخش المستشفى بي هوسبيتاليزيشن، اخد بالي من الحاجات دي. وبعد ما يجي هوسبيتاليزيشن في علاج، وبعد كده يطلع لازم اتابع بوست هوسبيتال عشان ما يحصلش انفكشن تاني. البي هوسبيتال كنا بنعمل ايه؟ لازم اعالجه في البيت واوديه المستشفى، هنقله المستشفى رقم واحد هوسبيتاليزيشن، وبعدين نديله امل في الحياه كده. هو مش في الطريق اديله اكسجين ثيرابي واعالج الحاجات اللي بتموت بيموت بيه. قلت اهم حاجتين فيتاك تريتمنت اوف اريزميا، سواء فيتاك او هارت بلوك. الهارت بلوك هديله اتوبين والفيتاك هديله حاجه اسمها ليدوكين. صعب الكلام ده؟ يبقى انا في البيت البي هوسبيتال مش هسيبه في البيت، قلت نقله المستشفى واديله امل في الحياه. نقلناه هوسبيتالايزيشن امل في الحياه ازاي؟ قلت اوكسجين سيرفي وعالج اللي موت فيتاك هارت بلوك. هارت بلوك عاوز افوقه شويه اتوبين. طب فيتاك ليدوكين. طب في المستشفى بقى هعمل ايه؟ اخليه يعمل مجهود ولا يرتاح؟ اقول له رقم واحد بدرس نريح العيان ده صح، ونظبط الاكل بتاعه صح، ونديله شويه سيمتوماتيك تيت. بنقول نريح ناكل ندلع ندوب، اهم حاجه بقى نقص. طب اربع حاجات نريح ناكل ندلع والاربعه والخمسه ندوب نقص. رقم واحد نريح عيان بالدريست صح عشان عنده ام ار. رقم اتنين ناكل عيان، هقول له كل كتير ولا كل خفيف؟ عيان عنده الهارت مش قادر يكونتراكت وهيموت، لو كان هيموت اصلا هيزود دول على الهارت. فاقول له خد لايت فريكوانت ميل وجبات صغيره وخفيفه وافويد كونستبيشن عشان ما ازودش الاسترينج واللود على القلب. يبقى لايت فريكوانت ميل وافويد كونستبيشن يعني اديله لاكستيف. طب ندلع العيان ازاي؟ اديله علاج الانجينا كله اللي هو علاج الانجينا. كان كلمه نقاب، علاج الانجينا كان كلمه نقاب، عارف اللي هي مين نقاب؟ الان اللي هي نايتريت، والسي ساعات يدي كالسيوم شان بلوكر بس مش مهم هنا عشان ما يقللش كونتاكتيفيتي. البي كان بدي بيتا بلوكر والاي بي انتي بليت، يبقى اديله علاج انجين اللي هو نيتروجليسين او نيتريت يوسع الكورنر. ومين كمان؟ قلت بيتا بلوكر واديله مين كمان؟ انتي بليت زي الاسبرين. وساعات اديله مسكنات قوي الالم فظيعه زي المورفين صعبه، وساعات ازود عليها ايس انهبيتور عشان يوسع الاورطه فيخفف اللود قدام القلب شويه. طب بقى كده ادوب العيان ده عنده جلطه في القلب عاوز ادوبها بسرعه عشان الحق العيان ده. ادوبها ازاي؟ بدي حاجه اسمها ثرومبوليتيك ثيرابي. اكيد انا كل ما استخدمها بدري كل ما هسدوب الجلطه كويس، لو اتاخرت مش هينفع هيكون العضله ماتت خلاص. بقول كده ذا ايرلير يوز ذا جريتر ذا بنفيت، كل ما كان بدري كل ما كان احسن، اول 4 ساعات احسن من اول 6 ساعات وهكذا. مين هي الثرومبوليتيك؟ ثلاث ادويه ستريبتوكاينيز يوروكاينيز تي بي اي تيشو بلازمينوجين اكتيفيتي، من هم ستريبتوكاينيز يوروكاينيز تي بي اي. ما بنحبش الستريبتو واليورو اصلا بيعملوا بيدوبوا الجلطات في اي مكان في الجسم، لو عنده مثلا ألسر بيبتيك ألسر تنزف، لكن التي بي اي ده بيشتغل اكتر على الجلطه الجديده بتاعه القلب. امتى ما ينفعش استخدم ثرومبوليتيك؟ مش دي اسمها ثرومبوليتيك يعني هتعمل بليدنج تندنسي؟ لو العنده من فوق لتحت رجل، لو كان واحد عنده ريسنت برين سيرجري عامل عمليه في المخ ممكن تنزف، لو عنده كمان حاجات في القلب ممكن تنزف. مش قلنا من شويه اللي عنده بيريكاردايتس لو استخدمت ثرومبوليتيك هيحصل هيموجيك افيوجن صح؟ لو عنده بيريكاردايتس او عنده حته متعوره في الاورطه اسمها اورتيك دايسكشن، او عنده في الجي تي حاجه زي البيبتيك ألسر، او بصفه عامه عنده بليدنج تندنسي، امتى ما ينفعش استخدمهم؟ ثرومبوليتيك من فوق لتحت ريسنت برين سيرجري وبالهارت قلت من بره كده بيريكارديتس او اورتيك دايسكشن بيبتيك ألسر وبليدنج
تندنسي. ده علاج مين؟ في المستشفى قلنا بندرسنا احنا اكل ندلع ندلع قلنا استخدمنا علاج الانجينا زودنا بس مع الانتي بليتد زودت حاجه بنقول هو ايزينيبيت والمورفين. طب نداوب قلت سون بوليتيك سيرفيس تيبتو كانيزيو كونستي بي بعد كده اصلا نعمل حاجه اسمها انجيوبلاستي. اخش بقى اوسع الكون لو هو مش ينفع استخدم معاه سون بوليتيك هوسع بالاسطى. ده في المستشفى. بعد المستشفى بوست هوسبيتال. بوست هوسبيتال بقى علاج مش بس كده اي بي سي دي اي بي سي الاي بديله ايزينيبيت عشان اوسع الاورطه واخفف اللود على الهارت، والبي بديله بيتا بلوكر عشان القلب يمشي على نار هاديه صح، وبلاد بريشر كنترول. طب والسي بقول له اعمل كوليسترول كنترول وكوليستاتين عشان الدهون العاليه. طب بعد كده دي بقول له ظبط الدايت اند دايابيتس كنترول عشان الدايابيتس بيعمل حاجات دي اصلا صعب الكلام ده. اخر حاجه الايه بعمل جود اديوكيشن بديله معلومات عن السكين اند ديزيز. خلصنا من التريتمنت او الثاني ولا خلاص؟ التريتمنت بسرعه قلنا ايه هو يا محمد يا صلاح؟ قلنا ان هو بي هوسبيتال وهوسبيتال وبوست. بي هوسبيتال قلنا ننقله نديله ان ننقله هوسبيتالايزيشن نديله في الحياه اوكسجين ماسك او اوكسجين ثيرابي وعالج الموت. تريتمنت اوف اريزميا سواء في تاك او هارت بلوك. الهارت بلوك افوقه ازاي؟ اللي هينشط القلب التوربين، والفي تاك هدي له لوكين. في المستشفى قلنا نريح ناكل ندلع ندوب دي اهم واحده نقصر دول اهم اثنين هم. نريح الان بدوست ناكل الان قال له ايه خد لايت فريكوانت ميل افويد كونستيبيشن يعني خد لاكستيف صح. ندلع الان ادي علاج الانجين اللي هو كلمه نيكوب اللي هي كانت مين نايتريت صح، وبعدين بيتا بلوكر والاي بي اللي هو انتي بليتد. سيب الكالس اي بي انتي بليتد زي الاسبرين والاي الثانيه تنفع اس انهبيتور مع مورفين صح. نداوب قلت هدي سون بوليتيك سيرفي 3 ستيب تو كاينيز يو كاينيز تي بي اي. امتى ما ينفعش استخدم الكونتر اندكيشن من فوق لتحت؟ ريسنت برين سيرجري مهمه جدا. بعد كده من بيريكاردايتس او ديسكشن بيبتيك السر وبليدنج تندنس. اخر حاجه من اسطر اعمل حاجه اسمها انجيوبلاستي. بعد المستشفى كلام سهل اي بي سي صعب الكلام ده؟ لا. طيب ده درس الام اي. اسئله الام اي دي كلها قلنا كم واحد بيجي سؤال اسمه كومبليكيشن اوف ام ار، وبيجي سؤال اسمه ديفينيشن اوف دريزلر سندروم، وسؤال اسمه كارديوجينيك شوك، وسؤال دايجنوزز يعني انفستيجيشن وكلينيكال بيكتشر، وسؤال التريتمنت. صعبين؟ لا. كومبليكيشن كان ايرلي كفايه قالوا على الانتل فشلتين والليت بوست انفكشن سندروم بوست انفكشن انجينا ماي كارديو انوريزم سندروم لازم وفروزن شولدر. دريزلر سندروم كان ضمن الليت اللي هي مين اوتوميون فيونال اجنست نيكروتيك شوف اربع اسابيع ومحاربه بعض بيلور سوبيريكاردايت سندرومايت سوفيفر. طب كارديوجينيك شوك قلت ماسيف انفاركشن مات معظم القلب حصل بامب فيليا وبالمونا اديما. عالج البالمونا اديما واحمل حاجه اسمها انت اورتيك بالون كاونتر بالسيشن. طب ايه دي انفستيجيشن؟ قلنا اتنين اي سي جي وايكو. الايكو كان ابنورمال مش الايكونيزيا، والاي سي جي يا استم يا نون استم. نون استم زي الارجين الاستم اس تي ليفيجيتو باثولوجيكال كيو صح. طب اخر حاجه قلنا كارديك سين كاستال. كارديك سين بتبين ايه؟ قلنا بتبين حته اسمها كولد سبوت بالسيليوم وحته اسمها هوت سبوت بالتكنيشن. اخر حاجه كارديك انزيم سي بي كي وسي بي كي ام بي ده السبيسيفيك. مايكروبيوم من البدايه مش سبيسيفيك، التوربونين هو اللي كان سبيسيفيك. صعب الكلام ده؟ طيب ده خلصنا كده من حاجه اسمها ام اي بكل تفاصيل. عندنا حاجه اسمها انجينا بيكتوز. انجينا يجي سؤال يقول لك قول لي ايه الهيستوري اوف تيبيكال انجينا بيكتوز. هيستوري اوف تيبيكال انجينا اما اقول لك هيستوري اوف تيبيكال انجينا هيقول لك عين الانجينا شكله عامل ازاي. عين الانجينا رقم واحد هو غالبا عنده ريسك فاكتور بتاعه الاسكيميك هارت، يعني هو صغير في السن ولا كبير؟ غالبا هو اولد ايج، غالبا عجوز. لو راجل يبقى اكتر من 50 سنه، ولو ست اكتر من 60 سنه. يعني الرجاله يجي لها ام اي متبدي اصلا الستات عندها استروجين بيوسع الفيسل ويحافظ عليه. يبقى رقم واحد شكل عين الانجينا انه غالبا اولد بيشنت ميل اكتر من 50 او فيميل اكتر من مين من 60. الفيميل معمرين عندنا شويه. شكله عامل ازاي العين ده؟ بيجي بشيست بين صح ولا لا؟ كهيستوري كده ليه؟ ما يجي يحكي لك يقول لك عنده ايه؟ مش عنده سكيم يعني عنده بلاد فيسل ضيق كده فالدم بيوصلش كويس للكارديك ماسل لما يعمل اكسرسايز فيجي له شيست بين. اي حاجه في الدنيا اي بين لازم اعمل له اناليسيس. صلاح لو قال انا عندي شيست بين عاوز اشخص اقول له مكانه فين؟ بيسمع فين؟ بيزيد بايه؟ بايه اللي بي صح ولا لا؟ هعمل اناليسيس شيست بين ازاي؟ بقول له رقم واحد اتنين بحرف السي او السايت والسي الثانيه كاركتر. مين هما؟ السايت كاركتر وبعدين على نفس الوزن ديشن ديوريشن. الاناليسيس سايت بالسي كده سايت كاركتر وبعدين ديشن ديوريشن وبعدين وات انكريز وات ديكريز اند اسوشيشن. السايت مكانه فين؟ في الايه في الايه بينا ولا في الشيست؟ الترستيرنال صح ولا لا؟ طب الكاركتر عامل ازاي؟ الم الام اي او الم الانجينا عامل ازاي؟ بيحس بتقل على صدره عامل ازاي؟ كومبرسنج او كونستركتن يقول لك في اطر قاعد على صدره. طب الاديشن بيسمع فين؟ الاديشن ديوشن. الم الهارت دايما بيسمع فين؟ بيسمع في الليفت سايد بالترتيب بيسمع في الليفت شولدر وبعدين انر سايد اوف ليفت ارم نيك جو بتيس من تحت لفوق بيسمع ايه؟ ليفت شولدر وانر سايد اوف ليفت ارم الحته دي وبعدين من تحت لفوق نيك جو بتيس يبقى بيسمع ليفت شولدر انر سايد اوف ليفت ارم نيك جو تيس. ديوريشن الالم الانجينا ما بيطولش بقى من 5 ل 15 دقيقه ما يطولش عن نص ساعه. ليه؟ اسكيميا الارتيو ضيق اثناء الاكسرسايز بعد كده هيخف لوحده.
وات ان كيس بيزيد بايه؟ اي حاجه تصعب القلب، اي حاجه تعمل سمباثيك اوفر اكتيفيتي، صح؟ او كنتوا بتقولوا كده، بتقولوا واحد طالع لوحده سحبته فوق الجبل، صح ولا لا؟ عشان اي حاجه كده بتعمل اكسرسايز. اللي طالع فوق الجبل ده كنا نقول صراحه هيطلع بالليل مش بالنهار، صح؟ كولد ويزر، ما الكولد ويزر بيشغل السمباثيك يصعب القلب يجيب الانجاين. وما يطلع الجبل ده مش مجهود اكسرسايز يصعب الهارت يجيب الانجاين. لما يطلع فوق الجبل هيتعشوا مع بعض، فده وجبه تقيله لول على الهارت، ده هيفي ميل، صح ولا لا؟ يضربوا سجارتين سموكن، ده نيكوتين بيصعب القلب، صح؟ سيكشوال انتركورس طبعا دي حاجه بتصعب القلب. اخر حاجه قلنا ستريس، متوترين صراحه دي برده حاجه بتصعب القلب. والهاي اتيتيود مش هم قاعدين فوق، فوق الاكسجين قليل فيجيب الانجاين. يبقى ايه اللي بيجي الانجاين؟ واحد طالع صعب فوق الجبل اكسرسايز وكولد ويزر، فوق بقى حصل ايه؟ سموكن وهيفي ميل سيكشوال انتركورس، وقاعدين فوق هاي اتيتيود وبعدين ستريس. ودي كيس بما ان الالم جيب الاكسرسايز يبقى يخف بالايه؟ بالريست. او ادي له حاجه توسع الكون اللي هي مين نايتريت تحت اللسان سب لينجول عشان تشتغل بسرعه. يبقى ودي كيس جاب الاكسرسايز يبقى ايه اللي بالريست او سب لينجول نايتريت؟ اشمعنى سب لينجول بيشتغل بسرعه؟ اسوشيشن الالم ممكن يكون الانجينا الالم بتاعها اسوشيت بايه؟ العين اثناء البين مش البين ده سمباثيك اوفر اكتيفيتي، يبقى اسوشيت بسويتنج وشويه ديزنس. عنده ايه؟ السويتنج ديزنس. وبعدين يحصل له كمان يحصل له ديزنيا كمان السويتنج، وبعدين 2 دي ديزنس ديزنيا عشان في سكيميا القلب مش قادر يشتغل، صح؟ وبعدين يحصل له حاجه اسمها فيو اوف ديس، حاسه انه هيموت، ما هو تشست بين بو بيخوف. وحرف الاف ده اعمله كده بقى ايه، صح؟ ايركتيشن اللي هو ايه، يقعد يجي له زغطه كده عشان بيحصل عشان في تشست بين بيعمل استروجين سباس. يبقى اسوشيتد بايه؟ سويتنج لوحدها و2 دي ديزنس ديزنيا فيو اوف ديس، والاف خليها يبقى ايركتيشن. اسمع الهيستوري اوف انجينا يا اخ محمد صلاح. هيستوري اوف انجينا هقول ايه؟ او كم واحد هو ميل بيشرب، صح؟ لو ميل غالبا اكتر من 50 بيموت، الرجاله بتموت بدري. لو في ميل بتقعد تقبض المعاش اكتر من 60 معمره في الحياه، وبعدين بقى عنده ايه؟ كلمه واحده شيست بين. اعمل له اناليسيس قلنا سايت كاركتر، صح؟ اديشن وات انكريز وات ديكريز اسوشيت. سايت مكانه فين؟ بالسي كاركتر برضو قلنا كومبريسنج او كونستريكتنج. اديشن دي وش على نفس الوزن بيسمع فين؟ ليفت بيرم شمال شويه، ليفت شولدر ان اوسايد اوف ليفت ارم من تحت لفوق نيك جو تيس. ديوريشن 1 ل 15 منت. وات ان كيس طالع فوق الجبل اكسرسايز وكولد ويزر وهيفي ميل وستريس وسموكينج وسوشيال انتركورس وهاي اتيتيود بس كده. طب وات كيس جاب الاكسرسايز يخف بالريست والسب لينج والنايتيز اسوشيشن سويتنج و2 دي بزنس و ديزني، وبعدين فيو اوف ذس وخليها بعد كده ايه بقت اكتيشن صعبه. طب ايه الريسك فاكتور او ايه الديفرنشال دياجنوز او كوزز اوف اكيوت تشيست بين؟ ده سؤال مهم جدا. يقول لك ايه اللي بيعمل اكيوت تشيست بين؟ مهم كمان شافه في حاجات كده ما ينفعش تغلط فيها في الشخص. عيان اكيوت تشيست بين تفكر فين؟ تعال نرسم القلب بتاعنا كده الهارت اهو، صح؟ الهارت ده كان من بره فيه بيريكارديوم، وهنا كده كان فيه اورتا، والاورتا طالع منه مين؟ كوروناري، صح؟ والناحيه الثانيه كان فيه بالمونري، صح؟ هنا كان بالمونري ارتري طالع يدي مين؟ لانج. ايه اللي يعمل اكيوت تشيست بين يا اخ بدوي؟ تعال ناخدها من بره لجوه. رقم واحد لو عنده انفلاميشن في البريكارديوم بيعمل شيست بنو اكيو، يبقى رقم واحد بيريكاردايتس. خش جوه شويه مش هنا عند كوني، يبقى رقم اثنين اسكيميك هارت ديزيز، صح؟ ما بتعمل اكيو شيست بنو. والاسكيميك هارت حاجه من اثنين، يا اما انجينا يا اما ام اي. والانجينا نوعين، يا ستيبل يا انستيبل. ستيبل مستقر، انستيبل دي مختلفه شويه شبه الام اي كده. يبقى من بره بيريكاردايتس وبعدين اسكيميك هارت ديزيز سواء انجينا او ام اي، والانجينا ستيبل انستيبل. اطلع على الاورتا، لو واحد حصل عنده تير في الانتما الاندوسينا بتاع الاورتا اتعور فجاه، حاجه اسمها اورتك سكشن. خد الناحيه الثانيه، هطلع من الناحيه الثانيه على مين هنا؟ على البلمونيا. لو واحد عنده بلمونيا امبوليزم او خش قدام شويه الفيوراي فرقعت نيوموثوراكس، ايه اللي يعمل اكيوت تشيست بين؟ من بره لجوه بيريكاردايتس اسكيميك هارت ديزيز سواء انجينا او ام اي، والانجينا ستيبل وانستيبل يعني ليه بس في اربعه. وبعدين يطلع من هنا كده على الاورتا اورتك سكشن، روح الناحيه الثانيه على الرايت سايد، يطلع منه على البلمونيا تلاقي بلمونيا امبوليزم نيوموثوراكس. في حاجات ثانيه ممكن تعمل تشيست بين في الجي اي تي، او واحد عنده كوليسيستايتس اسوفيجال سبازم، بس دي مش مهمه. ايه اللي يعمل اكيوت تشيست بين؟ سهله. ايه الريسك فاكتور اوف اسكيميك هارت ديزيز؟ لو واحد عنده اسكيميك هارت ديزيز ايه اللي يزود حدوث الاسكيميك هارت ديزيز؟ ايه الريسك فاكتور بتاعتها؟ حاجات من اثنين، حاجه من اثنين الريسك فاكتور. طب الريسك فاكتور اوف اسكيميك هارت حاجه من الاثنين، يا اما حاجات موديفايبل يا اما حاجات نون موديفايبل. موديفايبل حاجات ممكن اعالجها واعدل فيها، نون موديفايبل ماليش حكم عليها. النون موديفايبل كان حاجات كده ملخصها في كلمه راجل عجوز عصبي سيء السمعه. راجل ميل ولا فيميل؟ مش لسه قايلين ان الرجاله بتموت بدري 50 سنه؟ يبقى ميل 40 سنه فما فوق، بس اكتر فوق 50 يبقى ميل اكتر من 40 سنه. عجوز يحصل في الاولد ولا يانج؟ اولد ايج، عشان عندهم اسيوس كلوز. عصبي اللي هو تايب اي بيرسوناليتي سمباثيك اوفر اكتيف طول الوقت وهايبر تنشن. سيء السمعه عنده بوست فاميلي هيستوري. مين هي النون موديفايبل صح؟ نون هو راجل هغيره يعني اولد ايج هصغره نون موديفايبل. مين هي؟ قلنا راجل
اولد ميل اكثر من 40 سنه، عجوز اولد ايج فوق 40، ده ميل اولد ايج اكثر من 40، عصبي طيب ايه سيء السمعه بوزيتيف. طب ايه الحاجات المرفيه والحاجات بحرف الاتش كده؟ هايبرات، مين هنا هايبرات دي؟ هايبرتنشن، هايبر جلايسيميا، هايبر ليبيديميا، هايبر لوسيميا. مين هم؟ هايبرتنشن، هايبر جلايسيميا، هايبر ليبيديميا، وهايبروسيميا. وثلاث حاجات بحرف الاس، سموكينج، واحد مكتئب سموكينج، وستريس، وسيدنتري لايف ستايل. سيدنتري ما بيعملش اي اكتيفيتي، قاعد اقصى حاجه يلعب في مناخيره، اسمها سيدنتري لايف ستايل. سموكينج وستريس وسيدنتري لايف ستايل. عاوز تزود، زود، زود مين؟ زود الاوبيزيتي، ما هو عن كده عن كده عنده هايبر ليبيديميا. زود الكونتراسبتيف بيلز، وزود حاجه اسمها هوموسيستينيميا. مين هم؟ اوبيزيتي، كونتراسبتيف، هوموسيستينيميا. مين الريسك فاكتور؟ مورفولوجي، عضو العصب، والمورفولوجي 4 اتش، هايبر، هايبر تنشن، هايبر جلايسيميا، هايبر ليبيديميا، هايبر اوسيم. 3 اس، واحد مكتئب وقاعد في البيت، سموك قاعد يدخن سموكنج، وستريس متضايق، وسيدنتري لايف ستايل. زود ست تخينه، بتاكل لحوم كتير، وبتاخد ادويه الكونتراسيبوبيس وكونتراسيبوبيس، وهوموسيستينيميا. الهوموسيستينيميا دي موجوده فين؟ الهوموسيستين موجود في اللحوم الحمراء والحاجات دي، او طفل عنده مشكله في الميتابوليزم، ميتابوليك ايرور. ماشي. طيب ايه كمان؟ خلصنا من الريسك فاكتور في سكيما كارديو ديز، وخلصنا من حاجه اسمها اكيوت ستريس، صح؟ طيب عندنا حاجه اسمها هايبر تنشن. اسمها ايه؟ هايبر تنشن. هايبر تنشن بلاد بريشر اعلى من 140 على 90، ده الكاليفينيشن كده، بيرزيستنت اليفيشن بلاد بريشر، ما يهمناش قوي. يهمني ايه السكندري كوز اوف هايبر تنشن؟ سكندري كوز اوف هايبر تنشن، ايه الحاجات اللي بتعمل هايبر تنشن؟ عندنا برايمري مش معروف، وسكندري. سكندري في سبب، ايه السكندري كوز؟ السكندري كوز يا محمد يا بارو بلخصها في كلمه رينال. كلمه ايه؟ رينال. لو كان محلل الاول هي رينال كوز، والايه اللي هي؟ اندوكراين كوز، والان نيورولوجيكال، والايه؟ ادويه دراجز، والان كلمه فاسكولار. فحرف المميز جدا. تعال نشوف كلمة رينال دي رقم واحد، قلنا مين؟ أول حاجة رينال، صح؟ رينال حاجة من اتنين، يعني الكدن بتاعتها عبارة عن إيه؟ الكدن عبارة عن بلاد فيسل كده، رينال أرتري بيغذيها، وبعد كده رينال بانكن. فالمشاكل الرينال يا محمد يا صلاح هي مشكلة في الأرتري نفسه، في الفيسل، هسميها رينو فاسكولار. هي مشكلة في البانكن، هسميها رينال بانكن. إيه المشاكل رينال؟ رينو فاسكولار، رينال بانكن. لو مشكلة رينو فاسكولار، يعني واحد عنده رينال أرتري ستينوزس، فالدم الواصل للكدني قليل. الكدن لو حاجه دمه قليل بتعمل ايه؟ تقول لك ده ما عندوش دم، لازم نحوش بقى، نعمل ريتينشن. ازاي؟ تطلع رينال، يشغل حاجه اسمها رينال انجيوتين سيستم، يعمل سولت ووتر ريتينشن في الاخر، فيعمل هايبرتنشن. رينال ايه؟ قلت رقم واحد رينال فاسكولار، واحد عنده رينال ارتري استينوزس. مين اللي عنده رينال ارتري استينوزس؟ يا راجل عجوز عنده اسيروسكلوزس، يا بنت صغيره عندها مرض اسمه فايبرو ماسكولار ديسبليزيا، مرض كده بيعمل هايبرتوف وده ينفس. رينال فاسكولار، واحد عنده رينال ارتري استينوز، يا عجوز يا صغيره، اسيروسكلوز وفايبرو ماسكولار. طالما الارتي ضيق، الدم لما يعدي في مكان ضيق ما يعملش صوت ميمبر، يعمل صوت ميمبر. الميمبر على الارتي اسمه ايه؟ اسمه بيروي، فلانكي بيروي، هسمع عليه فلانكي بيروي. يبقى رينو فاسكولار، يعني بيرنكما، رينو فاسكولار عنده رينو الارتي ستونز، اسيروسكوز وفايبر مسكولار، هسمع فلانكي بيروي. طب رينو بيرنكما، اي مرض يجي على بالك في الكدني، اي مرض في الكدني زي مين؟ بالترتيب كده بقول جلوميرولونفرايتس، بايرونفرايتس، اثنين نفرايتس هما جلوميرولونفرايتس، بايرونفرايتس. بوليسيستيك كيدني دايابيتيك نيفروس، مين هم؟ جلوميرولونفرايتس، بايرونفرايتس، بوليسيستيك كيدني دايابيتيك نيفروس. لما عندي كلها بتعمل هنا ده مش فتطلع عينين وعين شغله بس، فيعمل هايبرتنشن صعبه. يبقى هنا الانوفاسكولار، هنا بينكم رقم 2 الايه؟ اندوكرينال كوز. مين هي الاندوكرينال كوز؟ تعال نشوف الاندوكرين بسرعه. اندوكرينال كوز احنا عندنا مين الاندوكرين اللي عندنا في جسمنا يا محمد؟ بالترتيب كده من فوق لتحت، عندنا غده قاعده فوق كده فوق جسم المايستو اسمها بيتيوتري جلاند، وبعدين تحتها عندنا حاجه اسمها ثايرويد جلاند لازق فيها حاجه اسمها جارتها اسمها بارا ثايرويد، وبعدين عندنا هنا بنكرياس، وبعدين هنا حاجه اسمها سوبر جلاند. دي الاندوكرين جلاند. اي جلاند من دول يحصل فيها هايبر فانكشن، يزيد افرازها هتعمل هايبر تنشن. اي جلاند يحصل فيها هايبر فانكشن هتعمل هايبر تنشن، يعني اي واحده يزيد افرازها ما عدا مين؟ ما عدا الثايرويد. مش الثايرويد عباره عن فصين صح؟ زي البيبيونه كده، ففيها احتمالين، عشان هي فصين فيها احتمالين، الهايبر ثايرويدزم والهايبو الاثنين يعملوا هايبر تنشن. صعب الكلام ده؟ اي جلاند لو حصل فيها هايبر فانكشن تعمل هايبر تنشن، ما عدا الثايرويد عشان هي فصين فالاحتمالين يعملوا. تعال نشوف البيتيوتري، اللي عنده هايبر فانكشن بالبيتيوتري عنده ايه؟ واحد عنده تيومر في البيتيوتري بيطلع جروس هرمون كتير، اللي عنده مشكله في البيتيوتري بيطلع جروس هرمون كتير، ده المرض ده اسمه ايه؟ اكوميجال. اكوميجال بيعمل هايبر تنشن عشان بيعمل اندوسيل هايبربليزيا. رقم 2 نخش على السايود اركنها شويه، الجنبها الباراسايود. لو واحد عنده هايبر باراسايودزم، لو في باراسايود هم كتير بيكسر في العظم يطلع منه كالسيوم للدم، والكالسيوم بيعمل فازو كونستريكشن، يبقى هايبر باراسايودزم عشان حصل هايبر كالسيميا. طبعا على مستوى البنكرياس، لو واحد عنده حاجه اسمها دايابيتس، اشمعنى اللي عنده دايابيتس ده عنده كذا حاجه، من ضمنها مثلا الدايابيتس بيعمل حاجه اسمها فاسكيولوباسي، يعني بيضيق البلد فيس فيعمل هايبرتنشن. يبقى رقم واحد بيتيوتري اكوميجال، الثايرويد هقولها، الباراثايرويد هايبر باراثايرويد كلهم هايبر اكتيفيتي اهو، او البنكرياس واحد عنده ضي سكر كتير دايابيتس عشان عنده فاسكيولوس. طب السوبر رينال جلاند، السوبر رينال جزئين، جزء تحت كده اسمه مضله، والقشره دي اسمها كورتكس.
الكورتكس كذا زون، في حته منه بتطلع اسمها جلوميرولوزا بتطلع اولوستيون، وحته اسمها فاسيكولاتا بتطلع كورتيزون. مش احنا قلنا اي مواد يعمل هايبر فانكشن؟ لو حصل هايبر فانكشن في الميدالة، مش الميدالة بتطلع كاتيكولامين، اللي عامله تيومر في الميدالة بيطلع كاتيكولامين كتير، المواد ده اسمه ايه؟ فيوكوموسايتوما. بس الفيوكوموسايتوما بيطلع كاتيكولامين وقت اوقات واوقات، شويه كده يطلع فيعمل هايبر تنشن وشويه ما يطلعش، يبقى التاكس. الفيوكوموسايتوما بيعمل باروكسيزمال اتاك، يعني شويه هايبر تنسيف وشويه عادي. ام اس كيو في كوموسايتوما باروكسيزمال هايبرتنشن. طب والكورتكس بحرف السي، الكورتكس حاجتين، يا الدوستيون زياده فيعمل هايبرتنشن اسمه كونز، يا كورتزون زياده فيعمل هايبرتنشن اسمه كوشنج. فالكورتكس بالسي معدل بحرف السي، يا اما كونز سندروم يا اما كوشنج. بس الكونز مميز انه معاه هايبوكاليميا، هقول لك ليه بعد شويه، وبقى مايلد. الكونز ايه؟ مايلد هايبوكاليميك، مايلد هايبوكاليميك. ايه الاندوكراين جلاند؟ انا قلت ايه السكند كوز اصلا كلها؟ قلت مين؟ كلمه رينال قلنا كم واحد رينال كوز، يونو فاسكولار ورينال. بين كم يونو فاسكولار، واحد عنده رينال اوتيوستينوز صح، يا راجل عنده اسيوسكوز، يا بنت عندها فايبو ماسكولار. اسبي لي زهاس معلوم هما الاثنين فلان كبوي. طب ورينال بارينكيما كل امراض الكدني، جلوميرولو نيفايتس، بايلو نيفايتس، بولي برضو بوليسيستيك كدني، دايبيتيك نيفروز. طب اندوكراين من فوق لتحت قلت رقم واحد بيتيوتر اكوميجل، الثايرويد قلت الاثنين هايبر باراثايرويدزم صح، هنا زياده الفانكشن اكوميجل، هنا هايبر باراثايرويدزم. بانكرياس دايبيتس، السوبرينال الميدالا في كوموسايتوما بيعمل باروكسيزمال، والكورتكس بالسي، كوشنج بالسي، وكونز بالسي. الكوشنج والكونز، الكونز كان مايلد هايبوكاليميك. طب الثايرويد قلنا الاثنين يعملوا صح، اللي عنده هايبر ثايرويدزم يحصل له ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. اصل الثايروكسين ده بيعمل فازو دايلاتيشن، هتقول لي كده يقلل الضغط؟ لا، طالما بيعمل فازو دايلاتيشن يوسع الفيسل، فيضطر القلب يضرب بقوه جدا عشان يسمع يظبط مين، عشان يضخ كميه دم كويس. لما القلب يضخ كميه عاليه قوي، ستوك فوليوم عالي، الستوك فوليوم بيزود السيستول. اللي عنده هايبر باراثايرويدزم ستوك فوليوم عالي يزود السيستول، فالهايبر ثايرويدزم يعمل ايزوليتد سيستوليك. طب والهايبو ثايرويدزم بيعمل العكس، يعمل ايزوليت او يزود مين؟ دايستوليك هايبرتنشن. فاهم حاجه؟ اللي عنده هايبر فانكشن في مين الرقم الكبير؟ السيستول صح، فالرقم الكبير الهايبر ثايرويدزم يزود الرقم الكبير يزود السيستول، والهايبو يزود الرقم الصغير اللي هو دايستوليك هايبرتنشن. هايبر ثايرويدزم يعمل سيستوليك، والهايبو ثايرويدزم يعمل دايستوليك هايبرتنشن. يبقى احنا قلنا مين الكوز؟ رقم 2 اندوكراين الكوز. طب رقم 3 من كلمه تينا كان ايه؟ نيورولوجيكال صح، نيورولوجيكال كوز. ايه نيورولوجيكال؟ مش اي حاجه تشغل السمباثيك تعمل هايبرتنشن. ده البين بتاعنا، عند البيز اوف ذا بين عندنا حته بدايه السمباثيك، حته اسمها هايبوثالامس، والهايبوثالامس بتوصل لحاجه اسمها بين ستيم اللي هو في نهايته حته اسمها ميدالله، والميدالله بعد كده بتشغل السمباثيك عشان يعمل فازو كونستريكشن. لو انا شغلت السمباثيك في اي حته من دول يعمل هايبرتنشن. لو انا شغلت رقم واحد الهايبوثالامس هتعمل ايه؟ هتبعت لمين؟ للميدالله. هايبوثالامس تبعت للميدالله فتشغل مين؟ السمباثيك. واحد عنده مثلا هايبوثالاميك تيومر او هايبوثالاميك هيموش، او رقم 2 لو انا شغلت المضله برضه بتيومر هيمو مش هتشغل السمباثيك. يبقى اللي يعمل هايبرتنشن هنا مين؟ كلمه هامس اللي هو مين الترتيب بتاعها؟ ان لو عندي هايبوثالاميك ليجن هتبعت لمين؟ تحتها المضله هتشغل السمباثيك، او لو عندي مضله ليجن هتبعت مين؟ السمباثيك تشغل، او حاجه زودت شغلت الاثنين مع بعض. زي مين شغلت الاثنين؟ انكريز ذا انتركونكشن شغل دي ودي فيعمل هايبرتنشن. يبقى نيورولوجيكال كلمه هامس اللي هي قلنا مين؟ هايبوثالاميك ليجن شغلت المضله، يبقى هايبوثالاميك ليجن، او رقم 2 مضله ليجن شغلت السمباثيك، او حاجه في الاثنين مع بعض اللي هي مين؟ انكريز ذا انتركونكشن، دي اسمها نيورولوجيكال. طب بعد كده قلنا رينا اللي هي مين؟ ادويه. مين الادويه؟ دراجز. جمعوا في الاصل هنا قالوا دراج انديوس هايبرتنشن، ادويه كلها بحرف السي. مين هي؟ كونتراسبتيف بيلز، كورتيزون، كاتيكولامين. مين هي؟ كونتراسبتيف بيلز، كورتيزون، كاتيكولامين، كالسيوم، سايكلوسبورين. الاثنين دول كونتراسبتيف وكورتيزون، سي او سي او، كونتراسبتيف كورتيزون، وبعدين كالسيوم كاتيكولامين. كونتراسبتيف بيلز، كورتيزون، كالسيوم، كاتيكولامين، سايكلوسبورين. وزود اثنين ايه؟ ايه الاثنين ايه؟ دواء اسمه افيدرين واخوه اسمه سولو افيدرين، ادويه البرد بتعمل فازوكونستريكشن، او دواء كمان اسمه ايرسوبايوتين بيزود تصنيع الار بي سيز فيعمل بوليسايسيميا فيعلي الضغط. ايه الدراجز؟ خمسه سي هما، كونتراسبتيف بيلز، كورتيزون، كاتيكولامين، كالسيوم، بعد كده سايكلوسبورين. اثنين ايه؟ افيدرين واخوه افيدرين وسولو افيدرين وسايكلوسبورين ايرسوبايوتين. طيب اخر حاجه كلمه ايه؟ الفاسكولار صح؟ ايه الفاسكولار؟ الفاسكولار اي بي، ايه اللي هي اورتيك كوارتيكيشن، والبي حاجه اسمها بولي ارتريتسنوزا، بولي ارتريتسنوزا او بولي سايسيميا او بريجننسي. مين اللي هيشكل الفاسكولار؟ اورتيك كوارتيكيشن ده واحد عنده حته ضيقه في الاورطه بالشكل ده كده، فده مش عارف يعدي من الحته دي، فالضغط يبقى عالي فوق وقليل تحت، هايبرتنشن في الابر هاف وقليل تحت، اسمها راديو فيمورال ديلي، عالي في الدراع ورجل، راديو فيمورال او اورتو فيمورال ديلي. يبقى اورتو كوارتيكيشن ام اس كيو بيعمل اورتو فيمورال او راديو فيمورال ديلي. طب البي قلنا بولي ارتريتس ندوزا، بولي ارتريتس يعني عنده انفلاميشن في الارتري عامل فايبروزس فاسكولايتس،
فالفيسل تضيق فيعمل هايبرتنشن. بوليسايسيميا الدم عالي فمش ماشي في السيركيليشن، القلب يدخل الدم مش ماشي فيعمل هايبرتنشن. او بريجننسي عشان من ضمن اسباب ان البريجننسي عندهم رينين اوفر سنسيتيفيتي، سنسيتيف او للرينين فيزيد عندها ميل الالدوستيرون. خلصنا من السكندري كوزس. خلاص يبقى السكندري كوز كمتين لقينا الاندوكرينولوجيكال ادويه وفاسكولار. طب ايه كمان عندنا في الهايبرتنشن؟ عندنا اللاب انفستيجيشن، ازاي اشخص عيان عنده هايبرتنشن اصلا؟ تعال نشوف. عشان اشخص عيان عنده هايبرتنشن بعمل حاجه اسمها رقم 1 روتين انفستيجيشن، رقم 2 انفستيجيشن حرف السي، انفستيجيشن فور ذا كوز وانفستيجيشن فور كومبليكيشن. ايه الانفستيجيشن؟ الروتين اللي بعملها لاي حد معدي في الشارع، بعد كده فور ذا كوز فور كومبليكيشن. فور ذا كوز احنا مش لسه قايلين الكوز الصح، بعمل ايه؟ بقول وين سكندري هايبرتنشن سسبكتد، بعمل ايه؟ مش المشكله ممكن تكون اندوكراين، بعمل ميجرمنت اوف هرمون، كلها ميجرمنت اوف جوس هرمون، تحته مين؟ ثايروكسين، وجنبه باراثايرويد، وبعد كده تحت مين؟ كورتيزون، الدوستيرون، صح؟ كاتيكولامين، واول سايب كان رينال، صح؟ واعمل كمان ايه؟ الترا ساوند رينال، الترا ساوند اصور الكدني ورينال فانكشن تيست. صعبه دي؟ اهتميت بين الاندوكراين اللي هم حاجتين كوز. طب كومبليكيشن، لما تعرف اصلا ان الكومبليكيشن بتاعت الهايبرتنشن ايه هي؟ هم 2 سي و2 ار، سي في اس و سي ان اس، و2 ار رينال و ريتينال. هعمل لهم كلهم انفستيجيشن. 2 سي سي في اس، هعمل القلب اي حاجه في القلب نعملها ايه؟ اي سي جي 2 اي ويكو، و2 سي منهم كارديك سكان كاستريزيشن. طب سي ان اس اي حاجه في البيبي نعملها ايه؟ سي تي ام ار. طب رينال ريتينال، رينال بعمل ايه؟ رينال فانكشن تيست ورينال ايمجينج ورينال اناليسيس. طب ريتينال بصور لها حاجه اسمها اوفثالموسكوبي، صعبه؟ طب روتين اي حد معدي في الشارع بعمل له سكر وسمنه، سكر بلازما ليبيد وسمنه بلازما جلوكوز ومعها سي بي سي. ايه الانفستيشن بتاع الهايبرتنشن تاني؟ قلت حاجات بعملها ليه حد شفته معدي في الشارع، خلاص قلنا نخلص بعد الهايبرتنشن هيبقى حاجات صغيره قوي. ايه الحاجات اللي بعملها ليه يعني الهايبرتنشن؟ رقم 1 روتين، رقم 2 2 سي فور ذا كوز فور كومبليكيشن. روتين اي حد بنعمل له سكر وسمنه، سكر بلازما ليبيد وسمنه بلاد جلوكوز وبعدين سي بي سي. فور ذا كوز قلت ايه؟ قلت وين سكندري الهايبرتنشن سسبكتد، هعمل حاجات للسكندري. مش هي كان كلمه رينال؟ كرينال هعمل ايه؟ هعمل رينال الترا ساوند ورينال فانكشن تيست. كاندوكرينال هعمل ميجرمنت اوف هرمون وجوس هرمون، ثايروكسين بالترتيب، بعد كده باراثايرويد، بعد كده كورتيزون او دوستيرون. صعبه؟ طب فور كومبليكيشن، هي مين الكومبليكيشن؟ 2 سي اللي هم مين؟ سي في اس سي ان اس، و2 ار رينال ريتينال، سي ان اس سي في اس اي سي جي ايكو كارديكسين كاستر 2 اس و2 سي. طب سي ان اس سي تي ام ار، طب بعد كده 2 ار رينال ريتينال، رينال بعمل رينال فانكشن تيست ورينال ايمجينج ريتينال اوف سالموسكوبي. خلصنا كانفستيجيشن. اخر حاجه عندنا حاجه اسمها التريتمنت اوف هايبرتنشن دراج، هو سواء انتي هايبرتنسيف دراج. مين هي الانتي هايبرتنسيف دراج؟ مين ادويه الدراج؟ تعال نشوف. مش من ضمن اسباب الضغط ان واحد عنده سمباثيتك اوفر اكتيفيتي، ما تيجي تقفل السمباثيتك. احنا ممكن نقفل السمباثيتك على كذا ليفل. احنا لو انا عاوز صلاح قال هوصل كهرباء من ابو حماد للزقازيق، صح؟ فعشان اوصل كهرباء عاوز احط مولد في ابو حماد، وبعدين هطلع باسلاك كده عشان تمشي في الطريق، وعشان الكهرباء ما تضعفش احط محطه تقويه في النص اسمها جانجليا، وبعدين منها اسلاك كده اسمها نيرف اندنج، وبعدين هنور بقى اللمبات في الزقازيق، اللمبات في الفيسل اسمها الفا وبيتا بلوك. جابر وقال لك لا مش موصلين كهرباء من حوالين الزقازيق. قلت له هتعمل ايه؟ قال لك هقفل المولد ده. وبعدين كان جاي اكتر قال لك لا انا هقفل محطه التقويه الجانجليا. وبعدين بقى جاي اكتر قال لك هروح اقطع الاسلاك اللي وصلت الزقازيق، هدي نيرف ان بلوكر. وبعدين خد الجوه قوي راح كسر اللمبه في بيت بيت، عمل ادي الفا بلوكر وبيتا بلوكر. يبقى السمباثيك بدا اهو بالسنتر في البين، اهو ده السنتر. بعت لمين؟ بعت للنيرف اللي وصل للجانجليا، وصل للنيرف اندن، وصل الالفا والبيتا. انا عاوز اقفل السمباثيك عشان اهبط الضغط. رقم واحد ادي دواء يشتغل سنترالي، سنتر بالسي اسمه ايه؟ اسمه كلونيدين. يبقى سنتر يقفل السنتر، سنتر الاكتين وكلونيدين. اروح اقفل الجانجليا بالجي، مش يقفل الجانجليا اسمه ايه؟ بالجي برضه جوانيسيلين. اسمه ايه؟ جوانيسيلين، او اسمه الثاني تايم مسافات. اروح اقفل النيرف اندنج اسمه ايه ده؟ حاجه اسمها الفا ميثايل جروبا، او حاجه اسمها ريزيربين. مين هما؟ الفا ميثايل جروبا وريزيربين. اوقف الالفا بلوكر وبيتا بلوكر. يبقى رقم واحد قفلت السمباثيك عشان اعالج الضغط ازاي؟ سنتر لاكتين كلونيدين، جانجليون بلوكر جوانيسيلين، نيرف اندنج بلوكر الفا ميثايل جروبا وريزيربين، بعد كده الفا بلوكر وبيتا بلوكر. الادويه دي كلها السمباثيتك دي ايه السايد افكت بتاعتها كلها على بعضها؟ كلها بتعمل ايه؟ بوستشرال هايبوتنشن باوند هايبرتنشن. بتعمل ايه؟ بوستشرال هايبوتنشن باوند هايبرتنشن دراي ماوس وامبوتنس. بوستشرال هايبوتنشن انت قافل السمباثيتك، لما تيجي تقف ما يحصلش فازو كونستكشن فالدم ما يطلعش لفوق، فيحصل لك بوستشرال هايبوتنشن او اورثوستاتيك هايبوتنشن. طب لو وقفت الدواء يحصل لك باوند هايبرتنشن وداي ماوس امبوتنس. كلها بتعمل ايه؟ بوستشرال هايبوتنشن باوند هايبرتنشن داي ماوس امبوتنس.
طيب سنترال اكتين قلنا جلوتادين جانيون بلوكر اسمه جوانيسيلين او تايم سيفين نيرف اند بلوكر الفا مثال دوبا وبنسلفين. السايد افكت مش هي ثابته اربع حاجات بس الالفا مثال بالاتش بزود عليها حاجتين في السايد افكت بالاتش هيباتايتس وهيموليسيس بيعملهم كاوتو اميون بيخلي الميوس سيستم يصنع انتي بودي يكسر الليفر والار بي سيز يعمل اتنين اتش الالفا مثال بالاتش ازود عليه هيباتايتس وهيموليسيس اوتو اميون هيباتايتس اوتو اميون هيموليسيس. الريزيلفين بزود انه بيخليك مزربن انت امتى تبقى مزربن لو عندك شويه ديبريشن صح او نزل كونديشن بادئ كده مضايقك او بيبتيك ألسر. الريزيلفين مزربن ازاي من فوق لتحت عنده ديبريشن او مناخيره كده نزل كونديشن او تحت من بيبتيك ألسر. الفا بلوكر بيتا بلوكر الفا بلوكر ده اسمه برازوسين اسمه ايه برازوسين قوي جدا لدرجه انه بيقلل الضغط فيدخل عنه في سنكوب اسمها فيرست دوز سنكوب فاقول له ما تاخدش الدواء بجرعه عاليه فيرست دوز سنكوب. البيتا بلوكر منهم البيتا بلوكر حاجتين سيلكتيف ونون النون سيلكتيف بالبي اسمه بروبرانولول والسيلكتيف اتينولول ميتوبرولول بيسوبرولول كارفيدولول منهم بروبرانولول نون سيلكتيف وبعد كده سيلكتيف اتينولول ميتوبرولول بيسوبرولول كارفيدولول. سايد افكت على البيتا بلوكر بحرف البي تعرف بونكو سباس وبرادي كارديا وهارت بلوك وبريفرال فاسكولار اسكيميا بتعمل اربعه بي ايه هي بونكو سباس ما هي قفلت السمباثيك برادي كارديا ما هي قفلت السينور والايفينول بونكو سباس برادي كارديا هارت بلوك وبعد كده بريفرال فاسكولار اسكيميا. يبقى الادويه الانتي هايبرتنسيف قلنا رقم واحد سمباثيك بلوكر رقم اثنين ادويه اسمها فازو دايليتور مين قالت الفازو دايليتور اربع ادويه هيدرولازين دايزوكسيد مينوكسيد من هما هيدرولازين دايزوكسيد مينوكسيد واخر واحد صوديوم هيدروكسيد. الادويه الفازو دايليتور كلها بستخدمها في حاله الهايبرتنسيف انكيفالوبس انت كلها هايبرتنسيف انكيفالوبس هيدرولازين بيسرع القلب قوي فلما القلب يسرع يحصل ريفلكس القلب يحصل له يسرع او يجيب انجينا ولا ما يجيبش القلب لو سرع يجيب انجينا فده مشكلته الهيدرولازين بيسرع القلب يعمل ريفلكس تاكي كارديا فيعمل بريسيبيتيشن اوف انجينا فعشان كده ما ينفعش استخدمه في الانجينا. كمان الهيدرولازين ده بيعمل ايه بيدي اعراض شبه اللوبس حاجه اسمها اللوبس لايك سندروم بتيجي ام اس كيو هيدرولازين مشكلته بيعمل انجينا ولوبس لايك سندروم. رقم 2 دايزوكسيد بالدي بيعمل دايابيتس مش دايابيتس بيعمل هايبر جلايسيم عشان بيقلل الانسولين ريليز دايزوكسيد هايبر جلايسيم. مينوكسيديل ده اللي بيستخدموه في الصلع عشان هو بيطلع الشعر يبقى هو ايه السايد افكت بتاعه بالنسبه للهايبرتنشن انه بيطلع الشعر بيعمل هيرشوتيزم صح او اسمها هايبرتريكوزس بيطلع شعر كتير هيرشوتيزم. صوديوم هيدروكسيد لو شاف الشمس بيحصل له اكسيديشن يتحول لحاجه اسمها سيانايد يعمل سيانايد توكسيستي وموت العيان. عيله الفازو دايليتور هيدرولازين دايزوكسيد مينوكسيديل صوديوم هيدروكسيد هيدرولازين بيعمل ايه بيعمل ريفلكس تاكي فعشان كده يجيب لك انجينا ولوبس لايك دايزوكسيد دايابيتس هايبرجلايسيميا. مينوكسيديل بتاع الشعر يبقى بيعمل هيرشوتيزم صوديوم هيدروكسيد بيتحول للسيانايد يعمل سيانايد توكسيستي دي اسمها فازو دايليتور عيله الفازو دايليتور. طب ايه كمان ممكن استخدم ادويه اسمها اس انهبيتور وادويه اسمها ابس. مين هي الاس انهبيتور بتاع مين هي الاس انهبيتور مين الاس انهبيتور المفروض اللي عنده هنا الانتي استينوز ده الدم اللي وصل الكدني قليل صح فطلع ان عارف هنا بيعمل ايه محمد صلاح بيحول انجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1 والانجيوتنسين 1 بيتحول لانجيوتنسين 2 ده بيعمل فازو كونستريكشن ويطلع اولدوستيرون مشكله في الانجيوتنسين 2 صح اللي حول انجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2 انزيم اسمه انجيوتنسين كونفرتنج انزيم مش ده السبب كده ما هو ده اللي عامل كده فانا عاوز ده ما يتحولش لده فهدي حاجه اسمها انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور فما يشتغلش فما يتكونش ده فما بيحصلش ده فعلا. يبقى الاس بتشتغل ازاي بتعمل انهبيشن للانجيوتنسين كونفرتنج انزيم قفل الانزيم ده فيقل مين الانجيوتنسين 2 فيحصل بدل فازو كونستريكشن فازو دايليتيشن وبدل ما يزيد الالدوستيرون يقل الالدوستيرون. جالت الاس انهبيتور مين هي شورت اكتنج اسمه كابتوبيرل ولونج اكتنج حاجه اسمها انالابيرل ليزينوبيرل رامابيرل مين هما كنا بنقول مجموعه في النادي كده بقول كابتن اينا ليسن اومي واحد بيغني وكابتن اومي يسمعه كابتن اينا ليسن اومي كابتوبيرل اينا انالابيرل ليسن اومي ليزينوبيرل رامابيرل كابتن اينا ليسن اومي كابتوبيرل انالابيرل ليزينوبيرل رامابيرل. سايد افكت بتاعتها الاس انهبيتور مش انا قللت الالدوستيرون الالدوستيرون ده كان بيحوش صوديوم بيرمي بوتاسيوم انا قللته فيعمل ايه يتحوش ايه بوتاسيوم بيعمله هايبر كاليميا. والاس ده لما كان شغال كان بيكسر حاجه اسمها بريديكانين انا اديت اس انهبيتور يبقى البريديكانين يزيد ولا يقل يزيد البريديكانين في اللنج يعمل كف اريتيشن وفي السكن اريتيشن يعمل سكن ناش يبقى البريديكانين يعمل ايه سكن ناش وضاي كف. عيله الاس انهبيتور تاني اس انهبيتور مين هي قلت كابتن انا لسه نعمل كابتوبيرل انالابيرل ليزينوبيرل ارامابيرل سايد افكت هايبركاليميا وعشان زاد البريديكانين فيعمل اريتيشن في مكانين لانج داي كف سكن سكن اش. طب ما ممكن قالوا عشان الداي كف وكده ما تسيب الاس شغال ونقفل انجيوتنسين 2 ده حد حاجه اسمها انجيوتنسين ريسبتور بلوكر قالت زارتين حاجه اسمها فال زارتين
اي بي زاويتين لو زاويتين. دي ادويه مين؟ هايبرتنسيف. اخر حاجه ممكن نستخدم مين؟ ده اسمه كالسيوم شين بلوكر. مين هي الكالسيوم شين بلوكر؟ اربع ادويه، مين هم؟ فيربامين، ديلتازيم، نيفيربين. مين هم؟ فيربامين، ديلتازيم، نيفيربين واملوديبين. احسن واحد كلهم بيعملوا هارت فيلير ما عدا الاملوديبول، ده الامل. الامل هو الاملوديبين، حديثا وجد ان هو كارسينوجين. يبقى فيربامين، ديلتازيم، نيفيربين واملوديبين. ايه السايد افكت بتاع الكالسيوم شين بلوكر؟ مش هي بتوسع الفيسل؟ تعمل هايبو ولا هايبوتنشن؟ هايبوتنشن. ولما توسعها في الدماغ تعملك شويه هيدك، هايبوتنشن هيدك. ولما يقلل كونتراكشن في الهوا تعمل هارت فيلير. يبقى كالسيوم شين بلوكر بتعمل 3 اتش زي النيتريت كده، هايبوتنشن هيدك هارت فيلير. وكلمه كالسيوم شانل سي سي بي صح؟ السي كونستيبيشن والبي بيرفرال ايديم، كونستيبيشن بيرفرال ايديم 3 اتش كونستيبيشن. خلصنا؟ المشكله ان هو بيقول لك ايه؟ السؤال بيقول لك ايه؟ ليست، يقول لك ليست انتي هايبرتنسيف دراج. قول لي مين كل هايبر؟ انت مشكلتك مش عارف تجمعهم او بتنساهم، فانت جمعهم مثلا قول اي بي سي، مثلا اي بي سي دي، اس انهبيتور واربس، بيتا بلوكر، كالسيوم شين بلوكر، وسمباثيتك بلوكر، ودي دايوريتكس. ممكن او ممكن ساعات كنا بنقولها اغنيه كده بس هي طويله شويه. كنا بنقول واحد اسمه، واحد شاب عربي كده جميل، شاب عربي سافر يدرس بره، فكان كذا بنت عاوزه تصاحبه بره، عاوزين يذكروا لهم قصه من ده صلاه. فهو كان متضايق قوي من الموضوع ده، قال لك انا محتار اذاكر مع اولاد بنات بلدي، واحده اسمها سيما كان جاي معاها من مصر، واثنين واحده اسمها هايدي وواحده اسمها مينا، دول كان معاها هناك بقى اجانب. قال انا هموت نفسي يا جدعان، مش عارف اصاحب دول ولا دول. فقلنا له لا، قال له خليك عربي اصيل، ما تموتش نفسك، خليك عربي اصيل وصاحب سيما بنت بلدك، وسيبك من الاجانب دول مالناش دعوه فيهم. فاحنا ننصحه نقول لك موت نفسك ولا ما تموتش نفسك، بنقول له كده اوعى تضاي، وبعد ايه خليك عربي بقى، خليك اصيل، خليك عربي وكلم بنت بلدك صح، وكل سيما، وخليك قاسي مع هايدي ومينا. قلنا له ايه؟ اوعى تضاي، خليك عربي وكل سيما، منطقيه، خليك قاسي. ضاي اللي هي دايوريتكس، خليك عربي، كلمه عربي نكتبها دي ليه؟ اربس. كول كالسيوم شين بلوكر، سيما سمباثيتك بلوكر. كلمه اسي اهي زي ما كتبها بلانجز، اسي اللي هي مين؟ اس انهبيتور. هايدو مينا هايدرولازين صح، والدي اي دايزوكسايد، والام ان مينا مينوكسيدات. فجمعهم بقى طريقه انا بتقول صعب الكلام ده، اقولهم تاني؟ لا تمام. في حاجه اسمها مالجنانت هايبرتنشن. يعني ايه مالجنانت هايبرتنشن؟ ضغط عالي فجاه، فعلان دخل في كوما، لما الضغط قل فجاه البلاد فيس بتاعت البين ما لحقش تعمل فازو كونستريكشن، حصل فيها فازو دايليتيشن فحصل بين ايديم. يبقى كلمه مالجنت هايبرتنشن عباره عن ايه؟ عباره عن سادن انكريز اوف بلاد بريشر ليدنج تو هايبرتنسيف انكيفالوباسي. عشان الضغط قل فجاه، العيان دخل في كوما، لان لو قل فجاه البلاد فيس بتاعت البين مش لحقت تقفل، عملت فازو دايليتيشن فحصل منها ترانسفيوديشن ميه على المخ بين ايديم. وكمان يحصل معاه تارجت اورجان دامج اسوشيتد بتارجت اورجان دامج، يعني حصل معاه كومبليكيشن بتاعت هايبرتنشن. اشهر كومبليكيشن ان يحصل في العين حاجه اسمها بابليديما، يعني ديما وهيموجوكس واكسود، او في الكدني يعمل حاجه اسمها امبيرد رينال فانكشن. يبقى يعني مالجنانت هايبرتنشن حاجه خطيره، هايبرتنشن يعني عيان جاي لك ضغطه عالي قوي، الدايستول غالبا فوق 130، وجايب كومبليكيشن بقى مغمى عليه، بابليديما، رينال فانكشن امبيرد بسبب الضغط، فهو حاجه كارثه. مالجنانت هايبرتنشن عباره عن ايه؟ سادن انكريز اوف بلاد بريشر ليدنج تو هايبرتنسيف انكيفالوباسي، اغمى عليه، انكيفالوباسي يعني بين هايبرتنسيف انكيفالوباسي، كوما بسبب الضغط. يبقى sudden increase leading to hypertensive encephalopathy associated with target organ damage زي من التارجت organ بابليديما impaired renal function، أو حاجة اسمها micro angiopathic hemolytic anemia، بس ده مش كمان، ده اسمه malignant hypertension. إيه كمان؟ عندنا حاجات تانية غير malignant hypertension، عندنا حاجة اسمها hypertensive emergency و hypertensive urgency. اسمها إيه؟ hypertensive emergency و hypertensive urgency. الاتنين الضغط فيهم عالي جدا، الدايستول فوق 130، يعتبروا malignant. بس الفرق في ايه؟ هايبرتنسيف ايمرجنسي وهايبرتنسيف ايرجنسي، الاثنين بسميهم هايبرتنسيف كرايسيس. الايمرجنسي ده مش كلمه ايمرجنسي حاجه طارئه، ده ضغط عالي جدا ومعاه تارجت اورجان دامج، معاه بقى هايبرتنسيف انكيفالوباسي كوما، معاه بابليديما، ده ضغط عالي قوي بس معهوش تارجت اورجان دامج. يبقى الهايبرتنسيف ايمرجنسي يعني عباره عن ايه؟ سيفير انكريز بلاد بريشر، الدايستول اكتر 130 وذ تارجت اورجان دامج زي البابليديما او رينال فانكشن امبيرد. لكن الايرجنسي برضه سيفير انكيز بلاد بريشر وزاود تارجت اورجان دامج. الفرق برضه في ايه كمان؟ في المانجمنت، ان ده اما احب اعالجه اقلل الضغط بتاعه في خلال ساعه، مش ده ضغط عالي قوي خلال ساعه، ده اقلله مش ده معهوش تارجت اورجان دامج في خلال اورز تو دايز، مش مستعجل فيه. ده الفرق في الاثنين. صعب حاجه؟ صعب الحاجات دي. في حاجه اسمها كلاسيفيكيشن اوف هايبرتنشن. الكلاسيفيكيشن ده حاجه انت هتقولها كده، يقول لك ايه النورمال بلاد بريشر الطبيعي كام يا محمد؟ 120 ل 80 سيستول ودايستول. الطبيعي 120 سيستول و80 دايستول، ده النورمال.
طب الهايبرتنسف احنا كنا بنقول اصلا اكتر من 140 صح على 90 ده الهايبرتنسف. اذا كانوا 120 80 يبقى المفروض الهايبرتنسف فوق 194. امال بقى ما بين ده يا محمد يا بدوي وده يبقى اسمه ايه؟ بري هايبرتنسف. ما بين ال 120 و40 وما بين ال 98 مش ده عالي بس ما وصلش الهايبرتنشن اسمه بري هايبرتنسف. اللي بري هايبرتنسف يعني السيستول كام؟ مش ده 120؟ يبقى 120 لحد مش هو المفروض 140 يبقى لحد 139 اقل اللي هو خلاص من 100 بالمنطق انت مش هتحفظها انت هتسيستمها كده الطبيعي اهو والهايبرتنسف اهو. طب اللي بري هايبرتنسف يبقى من ده من 120 لحد اقل ده بواحد 139 لان 140 فما فوق بقى هايبرتنسف. طب والدايستول مش ده 90 يبقى من 80 لحد كام بقى؟ من 80 لحد كام؟ 89 89 ده اسمه بري هايبرتنسف. فاهم حاجه؟ طب الهايبرتنشن بالفعل بقى ستيج 1 وستيج 2. الستيج 1 ده ايه؟ الستيج 1 مش هو هنا اخد 139 مش من اول 140 بقى هايبرتنسف. الستيج 1 لو قلت لك ده من 140 ل 150 149 كده او 150 على الليمت ده. طب وده يبقى كام؟ مش ده 89؟ اقول لك من 90 لحد 99 100 ولحد 99 ده الرقم الادق. يبقى ده ستيج 1 عالي 10 مش ده اخد 140 زودت ال 10 زودت ال 10 بس. طب ستيج 2 يبقى ده اكتر 160 وده اكتر من 100 ماشي ده اسمه ستيج 2. طب ليه ايزوليتد سيستوليك؟ ايزوليتد سيستوليك يعني زاد السيستول بس والدايستول كان نورمال. فاهم حاجه؟ يبقى تاني النورمال 120 80 اللي بيها هايبرتنسف قلنا هنزود 10 هنخليها من بين الطبيعي لحد اخر حاجه علمت 120 139 وهنا 98. طب ستيج 1 قلت 140 ل 100 59 ومن 90 ل 99 بعد كده ده فوق 160 لحد 100. صعب الكلام ده؟ ماشي. طيب ايه كمان عندنا اسئله كمان في الهايبرتنسف؟ احنا قلنا ايه الاسئله الهايبرتنسف كلها؟ قلت لك اسئله الهايبرتنسف مش تنساها. الهايبرتنسف هتتسال فيها رقم 1 ديفينيشن سيل ديفينيشن، رقم 2 تتسال كلاسيفيكيشن، تتسال سكندري كوزس، تتسال لاب انفستيشن، تتسال انتي هايبرتنسف الدرج صح؟ تتسال ايه الفرق بين الهايبرتنسف امرجنسي والهايبرتنسف ايمرجنسي؟ صعب الكلام ده؟ اقوله بسرعه تاني؟ لا لا تمام ماشي. عندنا حاجه اسمها هارت فيلير. يعني ايه كلمه هارت فيلير؟ عندنا سؤالين مهمين كده في الهارت فيلير ايه هما؟ هارت فيلير عندنا كذا حاجه في الهارت فيلير مطلوب منها ديفينيشن وايتيولوجي وكلاسيفيكيشن وتريتمنت. ايه الديفينيشن؟ المفروض الهارت بتاعنا بشكل جميل لطيف ده الهارت المفروض الفانكشن بتاعته انه يعبي كميه دم كويسه وبعدين يعمل بامبنج يكون تراكت فيضخ كميه دم كويسه يضخ كميه كاردياك اوتبوت كافيه لاحتياجات الجسم. يبقى القلب الطبيعي انه بيضخ كميه دم كافيه الجسم مثلا عاوز 5 لتر هيديله ال 5 لتر اللي هو عاوزينه. امتى يحصل هارت فيلير؟ امتى اقول للشخص عنده هارت فيلير؟ لو الكاردياك اوتبوت ده اقل من احتياجات الجسم، الجسم مثلا عاوز 5 لتر والقلب ده 2 بس ده هيكفي؟ لا مش مكفي. ساعتها رسم هارت فيلير بشرط ان يكون القلب ده بيملى كميه دم كويسه. يعني اديت له الدم اهو خد يعمل القلب ضخ ما ضخش فرسم هارت فيلير. يبقى هنا هارت فيلير كونديشن ان ويتش هارت كانت بامب اديكوات كارديك اوتبوت مش بيضخ كارديك اوتبوت اديكوات لاحتياجات الجسم بشرط ان يكون بيملى حلو ات نورمال فيلنج بشرط. صعب الكلام ده؟ ما جيش على واحد عنده افيوجن مثلا فالقلب مفعوص في النص زي الاولاني شويه فمش عارف يملى. مش ذنب القلب، لا ده ذنب ان انت ضغط عليه. شيل الافيوجن اشتغل القلب. فاهم حاجه؟ ده مش عنده مشكله في الفيلنج لكن ده بيملى حلو وبيضخش. الديفينيشن عباره عن ايه؟ كونديشن ان ويتش هارت كانت بامب اديكوات كارديك اوتبوت مش ما بيضخش خالص. لو كانت بامب بس ده واحد ميت، لا ده بيضخ بس ان اديكوات كانت بامب اديكوات كارديك اوتبوت بشرط انه بيملى ات نورمال فيلنج بريشر. كونديشن ان ويتش هارت كانت بامب اديكوات كارديك اوتبوت ات نورمال فيلنج بريشر. ايه التولوجي بتاعت الهارت فيلير؟ ايه الحاجات اللي بتعمل هارت فيلير؟ تعال نشوف. احنا عندنا الهارت ده جزئين يا محمد يا بدوي، عارف ايه هما؟ عندنا وايت سايد وليفت سايد. يحصل هارت فيلير حاجه اسمها ساعات كونجستيف في الناحيتين او باي فنتريكولار، ممكن يحصل ليفت سايد هارت فيلير بس وممكن يحصل رايت سايد هارت فيلير بس. تعال نشوف اللي يعمل ليفت سايد هارت فيلير واللي يعمل رايت سايد هارت فيلير. شوف يا دكتور محمد، المفروض الهارت بتاعنا يملى كميه دم كويس زي ما قلنا وبعد كده يضخ الدم. امتى يحصل ليفت سايد هارت فيلير؟ ثلاث احتمالات. ايه هم؟ اللي يعمل ليفت سايد هارت فيلير بالترتيب كده، لو الهارت بتاعنا بالشكل ده كده انا قلت يا محمد يا بدوي في ليفت سايد هارت فيلير وفي رايت سايد. ايه اللي يعمل ليفت سايد هارت فيلير؟ ثلاث حاجات. رقم واحد لو مشكله في العضله نفسها، عضله القلب تعبانه مصل ديزيز، يبقى اول حاجه العضله مش قادره تكون تعب ده يعمل هارت فيلير مصل ديزيز. رقم اتنين لو الطريق قدامه مقفول صح، القلب حلو بس مثلا عنده هنا ستينوز او تكستنوز مش قادر يعدي الدم عنده عضله حلوه، ده الطريق قدامه ده اسمه زياده مين؟ الافتر لود كومبريشن عالي. يا اما انا جبت له دم زياده حملت عليه بزياده ده اسمه زياده مين؟ البريلود. انت عندك اتوبيس اهو بينقل الناس من ابو حماد لجامعه الزقازيق، امتى الاتوبيس ده ما يقدرش يشتغل؟ لو هو الموتور بتاعه تعبان موصل ديزيز، الطريق قدامه مقفول مطبات زياده الافتر لود، الحمل فيه كتير زياده البيلود، مش الثلاثه يعملوا هارت فيلير؟ تعال
تعال نشوف رقم واحد ماسل ليز. ايه الماسل ليز؟ ثلاث حاجات: مايوكاردايتس، مايوكارديا انفكشن، مايوباسي. الماسل ليز ثلاث حاجات بحرف الام هي: مايوكاردايتس، واحد عنده انفلاميشن في عضله القلب فمش قادر تكونتراكت كويس زي اوتوماتيك فيه. رقم 2 مايوكارديا انفكشن، عضله قلب ميته كان من ضمن الكومبليكيشن بتاعت الام ان بيعمل هارت فيلر. رقم 3 مايوباسي، واحد عنده كارديو مايوباسي يعني عنده ويكنس في الكارديو ماسل. يبقى الماسل ليز الماسل بالام 3 ام: مايوكاردايتس، مايوكارديا انفكشن، مايوباسي، كارديو مايوباسي. طب زياده الافتر لود، ايه اللي بيزود الافتر لود؟ قلت لك الهارت عبى كميه دم مش قادر يضخ ليه، اساطير قدام مقفول. الطريق اتقفل في الحته دي في المحبس ده في الاورطة، واحد عنده اورتيك ستينوزس الفالف ضيق، او البريشر هنا في الاورطة شخصيا عالي، واحد عنده سيستميك هايبرتنشن، او الطريق اتقفل قدام شويه كده، حاجه قلناها من شويه كده محمد، حاجه اسمها اورتيك كو ارتيكيشن صح. الطريق مقفول ثلاث حاجات، انا مش عارف انزل عشان الباب مقفول اورتيك ستينوز، السلم زحمه هايبرتنشن، باب العمامه مقفول اورتيك كو ارتيكيشن. في الثلاث حاجات مش قادر اضخ الدم. طب ايه اللي يزود البيلود؟ يا كمية الدم كتيرة، واحد عامله هايبر ديناميك سيركيوليشن، بنجيب بدل ما نجيب لتر بنجيب له 10 لتر، هو مش قادر يشيل كل ده. او انا عنده ريجيرجيت في الليفت سايد، مين الريجيرجيت الليفت سايد؟ واحد عنده مين الليفت سايد؟ هما اتنين، يا اورتا يا مايتر، مايتر ريجيرج او اورتا ريجيرج. اشمعنى؟ مثلا الاورتا ريجيرج ده ما بيضخ كمية دم صح؟ عنده ريجيرج فبيفتح ويرجع تاني، جزء من الدم بيكمل وجزء بيروح عامل ايه؟ راجع تاني صح؟ الجزء اللي راجع ده قعد هنا وجع عليه دم جديد، اصبح الفنتر اللي فيه دم واحد ولا دمين؟ دمين. ده لود زيادة على المصر، فاهم حاجة؟ فيعمل هارت فيلر. يبقى تاني زيادة البيلود قلت ما هيبقى ديناميك كمية الدم كبيرة، الجرجات اللي افتصلت او الجرج ما يتلج او كونجينت الهارت زي الفي اس دي والبي دي اي. الفي اس دي كل ما يكون تلت جزء من الدم بيطلع في الاورطة وجزء بيعدي فين؟ الناحية التانية. اصبح المحصلة طلعت هنا كافية؟ لا، فعنده هارت فيلر. يبقى ايه اللي يعمل افتصال هارت فيلر؟ ثلاث حاجات. ايه هي؟ قلت رقم واحد مشكلة في الموتور نفسه ماسل ليز، او زيادة الطريق قدام وزيادة الافتر لود، او الطريق الدم الجاي كتير زي زيادة مين؟ البيلود. ماسل ليز بحرف الام 3 ام: مايوكاردايتس، مايوكارديال انفاركشن، مايوباسي، كارديو مايوباسي. زياده الافتر لود ما تحفظش بالترتيب بقى على الرسمه، مين هي؟ اورتيك ستينوزس، بعدها سيستميك هايبرتنشن، بعدها اورتيك كو ارتيكيشن. طب زياده اللي قلنا رقم واحد هايبر دايناميك، هايبر دايناميك بحرف الاو يبقى الجرجات، مين هي الجرجات؟ الليفت سايد يا اما اورتيك الجرج يا اما مايتر الجرج. ما هي دي الفلفات اللي في الليفت صح ولا لا؟ بعد كده الكونجنتال هوز اللي انت عارفهم في اس دي وبي دي، صعب الكلام ده؟ دي كلها مشاكل في الفنتريكل. ممكن حاجه في الاتيوم تعمل هارت فيلر؟ اه، لو واحد عنده ميتال ستينوز الدم مش عارف ينزل القلب، او انا عنده حاجه اسمها اتيوم ميكزوما تيومر قافل الفالف، يبقى حالات اتيوم زي مين؟ ميتال ستينوز او اتيوم ميكزوما، بس دي حاجات مش مهمه خالص. طب انا قلت كده اسباب الليفت سايد، طب انت قول لي بقى الكوز اوف رايت سايد هارت فيلر يا محمد. يا بدر ايه اسباب الرايت سايد هارت فيلر؟ هتقول لي هو اسمه مش هحفظ صح؟ هتقول لي ايه يعمل رايت سايد هارت فيلر؟ هتقول لي كم واحد الموتور نفسه بايظ ماسل ديزيز صح؟ وهتقول لي ممكن الرايت سايد ده قدامه الطريق مقفول، زياده مين؟ الافتر لود، او الدم جه له كتير، زياده مين؟ البيلود. مين المصل ليز يا صلاح؟ مايوكاردايتس، مايوكارديال انفكشن، كارديو مايوباسي. زياده الافتر لود يا صلاح مين هنا؟ ده بالمونري، يبقى بالمونري ستينوزس صح؟ بالمونري هايبرتنشن، بالمونري امبوليس. صعب الكلام ده؟ طب ايه اللي زود البيلود على الرايت سايد؟ هقول لك هايبر دايناميك سيركيوليشن او ريجيجات، بس الرايت سايد اللي هي طريق كاسبيد ريجيج وبالمونري ريجيج، او نفس الكونجنتال في اس دي وبي دي. عاوز تقول ايتيرن؟ قول لي ايتيرن مكزوما وتايكاسب الاستينوس. صعب الكلام ده؟ كاتيولوجي. طيب ايه الكلاسيفيكيشن؟ عندنا حاجه اسمها نيويورك هارت اسوشيشن كلاسيفيكيشن اوف هارت فيلير، مهمه جدا. اربعه جريد، جريد 1 2 3 4. مين هي الجريد دي؟ يقول لك الهارت فيلير ده لو واحد لسه عنده هارت فيلير في الاول خالص مايلد قوي، هيبقى زينا زيه ما بيشتكيش من حاجه صح؟ زي ده عادي زينا ما بيشتكيش، نو ليميتيشن اوف فيزيكال اكتيفيتي صح؟ طب واحد تعبان شويه، ده هيتعب بالمجهول العادي الطبيعي، مثلا ان هو كل يوم يروح الكليه، قال لك يا عم انا مش قادر اروح الكليه النهارده، انت فاهم ازاي؟ يبقى ده بيحصل له سلايت ليميتيشن مع المجهول العادي ويز ايه؟ ويز اوردينري اكتيفيتي. طب اللي بعده اسوء شويه، قال لك يا عم انا مش قادر اقوم من السرير، او مش قادر مثلا ان انا انزل من على سلم العماره، بيحصل له ليميتيشن مع السب اوردينري اكتيفيتي. الاخير قاعد على السرير قال لك انا عندي ديزني اتست، الاخير ده ديزني اتست او سيمتوم اتست. يبقى الليمتيشن الجيدنج اربع حاجات، رقم واحد واحد طبيعي زينا ده مايلد خالص، الثاني بيتعب مع المجهود الطبيعي، راح الكليه قال لك والله تعبت من المشوار، ده بيحصل له ليميتيشن ويز اوردينري اكتيفيتي. اللي بعده قال لك يا عم مش قادر انزل السوبر ماركت، بيحصل له ليميتيشن مع السب اوردينري. الاخير ديزني اتست زي طالب سنه 5 امتحان ديزني اتست صح ولا لا؟ ماشي. يبقى رقم واحد نو ليميتيشن او فيزيكال، بعدها سلايت ليميتيشن ويز اوردينري، بعدها ماركت ليميتيشن ويز سب اوردينري، بعدها ديزني او سيمتوم اتست. التريتمنت بتاع الهارت فيلير لو عايز اعالج هارت فيلير صراحه ازاي؟ ف
فاكر لما عالجنا الام اي من شويه الهايبرتنشن نفس علاج الهايبرتنشن كان ايه هي بري هوسبيتال اوعى الضاي دايوريتك صح خليك عربي بس قول مش هينفع كالسيوم شاي بلوك ده بقى للكونتراكشن صح هدي سيستاتيك بلوكر عادي مفيش مشكله بعد كده خليك اسي اس انهبيتور مع هيدرومين هيدرولازين ودايزوكسيد ومينوكسيد كل ده بيعالج الهارت فيليير برضه زود بس دواء واحد اسمه ديجيتاليز ايه قصه الديجيتاليز ده الديجيتاليز احنا ما نعرف عنه حاجتين كده الديجيتاليز من الحاجات اللي بتزود الكونتاكتيليتي وبيقلل الكوندكتيفيتي والكلام ده وبيزود الاكسيتابيليتي ده كل ده ميكانيزمات عايز حاجه اسمها ديجيتاليز توكسيستي دي مهمه برضه نعرف عنها في كده ايه اللي بيزود الديجيتاليز توكسيستي ايه اللي بريسيبيتيتي فاكتور اوف الديجيتاليز توكسيستي او الميكانيزم اوف اكشن الاول اللي بيزود الكونتاكتيليتي وبيزود بيقلل من الكوندكتيفيتي وبيزود الاكسيتابيليتي اهم حاجه بيزود الكونتاكتيليتي انا استخدمته في الهاتفيل عشان بيزود الكونتاكتيليتي ازاي بيعمل كده بيعمل انهيبيشن لحاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس او صوديوم بوتاسيوم بوم يخلي الصوديوم يفضل قاعد جوه المصر ما يطلعش يحجز الصوديوم جوه فالصوديوم هيفضل قاعد جوه يشد هو من كالسيوم فالكالسيوم يعمل كونتاكشن سلايدنج في اكتين اوفر ماسين حصل كونتاكشن اتحسن الهارت فيلير بقى احسن من الاول الديجيتال توكسيستي ايه اللي بيزوده ايه اللي بيسيبيتين فاكتور اوف ديجيتال توكسيستي امتى يحصل توكسيستي اقول لك لو الديجيتال ده كم واحد قل استخدامه فتراكم في الجسم او ما عادش بيخرج قل اخراجه صح او زاد شغله امتى يحصل توكسيستي بيسيبيتين قال لك قل استخدامه قل اخراجه زاد شغله قل استخدامه ازاي واحد عنده هايبوثايرويدزم في ميتابوليزم ولا مفيش ميتابوليزم فبيستهلكش او عنده ام واي عنده حته ميتا من القلب فالحته دي بتستهلكش فالباقي الديجيتاليز كتير على جزء بقى من القلب فاهم حاجه يبقى اللي استخدامه حاجتين هايبوثايرويدزم ام واي قل اخراجه راجل عجوز فالكيدني فانكشن بايظه اولد ايج او واحد عنده رينال فيليير او ليفر فيليير ما هو الديجيتوكسين بيخرج عن طريق الليفر والديجوكسين عن طريق الكيدني يبقى اللي اخراجه راجل عجوز الكيدني عنده تعبان اولد ايج او رينال فيليير او ليفر فيليير زاد شغله ازاي مش هو كان بيدخل الصوديوم جوه وشده كالسيوم يبقى اللي زود شغله زياده الصوديوم صح او زياده الكالسيوم هايبرناتريميا وهايبركالسيوم او نقص مين بقى المنافس بتاعه هو البوتاسيوم صعب الكلام ده ازاي اعالج الديجيتال توكسيستي اكمل جهاز ولا اوقفه اقول له ستوب ديجيتاليز وستوب دايوريتك عشان الدايوريتك بتعمل هايبوكاليميا بتزود توكسيستي يبقى ستوب اتنين دي ستوب ديجيتاليز ستوب دايوريتك ودي بقى ادي المنافس اللي هو مين البوتاسيوم ودي حاجه اسمها ديجيتاليز انتي بودي اوقف الديجيتاليز والدايوريتك اصل الدايوريتك بيقلل البوتاسيوم لما يقلل البوتاسيوم الجهاز بيعرف يشتغل احسن وبعدين ادي المنافس بتاعه البوتاسيوم اودي ديجيتاليز انتي بودي صعب الكلام ده هارت فيلير عباره عن ايه كونديشن ويتش هارت كانت بامب اديكوات كارديك اوت ات نورمال فيلنج بريشر صح وبعدين ايتيولوجي قلنا ليفت سايد رايت ليفت سايد قلنا ماسل ديز زياده الافتر زياده البيلود اصلا مش محتاج اقول منهم اصلا انت تعرف تقولهم ثانيه ورايت نفس القصه الكلاسيفيكيشن قلنا رقم واحد نو ليميتيشن مع الفيزيكال اكتيفيتي سلايد مع الاوتيني وبعد كده ماركت مع السب اوتيني وبعد كده ديزني اتستمتم اتست كابت كيتمنت كل علاج مين الهايبرتنشن شلت الكالسيوم شانل حطيت مكانه ديجيتاليز بيشتغل ازاي اهم حاجه بيزود الكونتاكتيليتي ويزود الاكسيتابيليتي ويقلل الكونتاكتيفيتي والهارت ريت بيعمل ايه انهيبيشن اوف صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس فيزود الانترسيلر صوديوم فيزود الانترسيلر كالسيوم فيعمل سلايدنج في اكتين اوفر مايوسين مشاكل الديجيتاليز بيعمل شلت توكسيستي بتزيد بيه قلل استخدامه قلل خارج الشغل عالجها ازاي وقف الديجيتاليز بدي وقف الدايوتيك وبعد كده ديجيتاليز انت بتقول بوتاسيوم الدايوريتك من هي عندنا كذا حاجه في الدايوريتك حاجه اسمها اللوب دايوريتك بتشتغل على اللوب اوف هانل في الكدني وحاجه اسمها سيازايد وحاجه اسمها سبايرولاكتو اللوب اسمه لازكس اللي هو فوزامايد بيشتغل على اللوب اوف هانل ام سي كيو والسيازايد صح بيشتغل على الديستال كونفوليوتد تيبيو اللوب على اللوب اوف هانل لازكس سيازايد على الديستال كونبالكال سبايرولاكتون ده الوحيد اللي بحافظ على البوتاسيوم ما بيعملش هايبوكاليم مش عاوزين عنهم اكتر من كده ده كهارت فيلير طب ايه كمان كهارت فيلير والايتيولوجي ديفينيشن وكلاسيفيكيشن وتريتمنت طب ايه كمان عندنا حاجه اسمها بيريكاردايتس يعني ايه كلمه بيريكاردايتس يعني حصل انفلاميشن في البيريكارديال ساك الكيس المحوط القلب انفلامد كلمه بيريكاردايتس انفلاميشن اوف بيريكارديال ساك ما يهمنيش الديفينيشن عاوز الايتيولوجي ايه اللي يعمل بيريكاردايتس حاجات بحرف الاي ايه هي لو كان واحد ايديوباسك وبعدين ايديوباسك انفيكشن اميون ايتروجينيك انفلتريشن انفكشن ايراديشن من هما حاجات بحرف الاي 7 او ايه هي ايديوباسك انفكشن اميون ايتروجينيك انفكشن انفلتريشن ايراديشن واثنين او ايه هي اوماتيك فيفر ورينال فيلير واخر حاجه اسمها بوست كارديتوم سندروم ايديوباسك مش عارفين حصل ازاي انون قالوا غالبا ممكن يفير انفكشن الثاني ده انفكشن معروف حصل بفير مشهور قوي اسمه كوكساكي فيروس اسمه ايه كوكساكي او ايكون موست كومن هو الكوكساكي فيروس عشان ام سي كيو اميون مع مودول اوتوميون كتابه روماتولوجي كله روماتويد اوسايد صح سيستميك لوبس سكليروديرمالي انتي بودي عمل انفلاميشن في البريكارديوم عادي جدا ياتوجينيك ادويه زي مين زي الاي ان اتش والهيدرولازين اصل الادويه دي بتعمل سيستميك لوبس واللوبس بيتكون فيها انتي بودي بتهاجم مين البريكارديوم فبتعمل بريكارديوم حاجه اسمها دراج اندوس لوبس انفلتريشن واحد عنده لوكيميا
او لمفوما البومه عمال يصنع خلايا سرطانيه لوكيميك سيل تمشي في الدم تقع في البنكرياس تعمل انفلتريشن فيحصل حواليها انفلاميشن بنكرياس يبقى لوكيميا لمفوما انفاركشن اللي كان عنده ام اي يا محمد يا صلاح مش ايه اللي حصل له بنكرياس وليه حصل له مع الدوزلا صندوق لما طلع انت تقولي هجمه البنكرياس ولا جامه صح ولا اي يبقى انفاركشن مع الام اي بعد كده ايراديشن واحد عنده بونكوجينيك كارسينوما بيعمل اشعاع مش الاشعاع ده بيموت الخلايا السرطانيه ما يعرفش بقى يموت شويه من الخلايا الطبيعيه بتاعت البيكاريوم لما تموت يحصل يطلع منها ميديتور تيتيت اللي حواليه حصل بيكاريتس مع الايراديشن بعد كده اتنين اوروماتيك فيفر اسوماتيك فيفر كانت بتعمل حاجه اسمها بانكارديتس صح اللي هي بيكاريتس ومايوكاريتس واندوكاريتس صح اوينا الفيلر اللي عنده هنا فيلر اكيد مش عارف تخرج اليوريه اليوريه العاليه تعمل انفلتيشن في البيكاريال سيرك فهنا الفيلير يوريا عاليه قوي تعمل بيريكارديتس اول ما هسمع اسمع بيريكارديال لاب يعني في بيريكارديتس اقول لك العيان ده لازم يعمل دياليسيس البيريكارديتس انديكيشن للدياليسيس لو ما عملش عيان ممكن يموت اخر حاجه بوست كارديوتوم سندروم ايه البوست كارديوتومي كلمه كارديوتوم انا فتحت القلب مش قلت لك القلب ده من ضمن الانتجين الاميون سيستم عمره ما شافها ولو شافها هيهاجمها صح ولا لا لو شافها هيهاجمها يعني اللي عنده بوست كارديتوم يعني واحد عمل جراحة قلب مفتوح فتحنا القلب مش لما فتحنا كده شويه بروتين وشويه ماسلز خلايا الماسلز مشيت في السيركيليشن اللي الميون سيستم شافها راح مكون انتجين القلب ده عامل بيريكارديتس اسمها بوست كارديتوم يعني حصلت بعد ما ضربت مشرط في القلب يبقى ايه البيريكارديتس اسبابها 7 اي 2 اديو باسيك انفيكشن اميون ايتروجينيك انفكشن فلتريشن ايريديشن اديو باسيك مش عارفين ازاي انفيكشن كوكساكي فيروس غالبا فيروس انفيكشن اميون اماده موجود كلها عشان انتي بودي طب ما كياتوجينيك اي ان اتش هيدروجين كان بيعملوا دراج انديوستري بس انفيلتريشن لوكيميا لينفوما مالجنت سيلز انفكشن ام اي كان بيعمل ايرلي وليت انفيلتريشن ده طبيعي ان يحصل معاه اوتوماتيك فيفر بتعمل بانكرياس وارينا الفيليا عشان عنده يوريا بتعمل انفيلتريشن في المكان ده اخر حاجه بوست كارديت دي حاجه اسمها كوزس اوف ايه اوف بيريكارديتس طيب لو حصل بقى سيفير بيريكارديتس مش البيريكارديتس يعني انفلاميشن الانفلاميشن ده لو طول ما هو الانفلاميشن بيوسع البلاد فيسل لما توسع الكابيلاري بتفتح البوز او الفينستريش فترشح ميه لبره فممكن تقلب بالكارديال افيوجن والافيوجن لو زاد قوي يعمل كومبريشن على مين في النص مين يتفعص جوه الهارت يبقى عامل بالشكل ده كده مفعوص بمين الافيوجن دي اسمها ايه اسمها كاردياك تامبونات ما احنا جبنا سيرتها من شويه في الام ار صح ولا دي اسمها تامبونات يبقى ممكن البيكارديتس تعمل افيوجن وممكن لا ممكن البيكارديتس عامله انفلاميشن الانفلاميشن ده لو طول واحد عنده تي بي ولا حاجه وكونيك انفلاميشن مش اي مكان فيه انفلاميشن بتجمع فيه انفلاماتوري سيلز من ضمن الانفلاماتوري سيلز خلايا اسمها فايبروبلاست تعمل فايبروزس فلو حصل فايبروزس دي اسمها يعني الفايبروز فايبر تيشو بقى ضبط على القلب محوطه محزمه فايبر تيشو اسمها كونستركتيف ما انا عامل كونستركتيف اسمها كونستركتيف بيريكارديتس بيريكارديتس عملت فايبروز او كونستركشن يبقى انا عندي الافيوجن يقلب بحاجتين يا كارديك تامبونات يا اما كونستركتيف تعال نشوف نشوفهم ازاي اللي عنده تامبونات ده لو جيت اعمل له انفستيجيشن هلاقي عنده ايه لو بصيت عليه بالتامبونات بالاكس راي شكل قلب كبير ولا صغير متحوط من ميه صح شايف الافيوجن حاجه اسمها فلوسك شيب ده اسمها ايه فلوسك شيب بالاكس راي لقى القلب كبير بالشكل ده كده فلوسك شيب والقلب في النص دي كلها ميه لو جيت اعمل له رسم قلب بص انا حاطط ليدز هنا هل الكهرباء هتوصل بالقلب بسهوله ولا في ميه فالويفز بدل ما تطلع واضحه كده لا الويف طالعه ضعيفه صغيره اسمها ايه اسمها لو فولتج اي سي جي اسمها لو فولتج اي سي جي يبقى حاجتين في الفيجن مهمين ان رقم 1 مدي فلوسك شيب ده هارت رقم 2 انه مدي حاجه اسمها مين لو فولتج اي سي جي واما اجي اعالج الفيجن اهم حاجه فينا نسحب الميه دي عشان اشيل الكومبريشن على مين اريليف الكومبريشن على القلب اعمل حاجه اسمها بيريكارديو سينثيزيس دي اهم حاجه في علاج طب بص البيريكارديتس بقى ده فايبوز صح فيحصل ايه كانفستيجيشن القلب اللي عندك كبير ولا صغير ده القلب انا ما كان واخد راحته لا متحوط دلوقتي فايبر ستيشو وعامله كالسيفيكيشن فايبروز فالقلب صغير سمول سايز يبقى الاكس اي تلاقي عنده سمول سايز هارت وتلاقي منور من بره عارف ده ايه ده فايبر ستيشو تلاقي عنده سيكند بيريكارديوم وفي كالسيفيكيشن اند فايبروز بسبب القلب صح ولا لا طب ايه كمان الاي سي جي يطلع هنا نور ما فيهوش حاجه لكن هنا كان طالع فيه مشاكل ايه كمان العام ده اللي عنده كونستكتيف بيريكارديس القلب لما يجي ريلاكس ريلاكس عادي ولا يخبط في حاجه فايبر ستيشو وعمل كونتاكشن يجي ريلاكس يخبط فايبر ستيشو ما ده فايبر ستيشو بيريكارديا لما يخبط كل شويه فايبر ستيشو يعمل حاجه اسمها تكه كده اسمها بيريكارديال نك اسمها ايه بيريكارديال نك خبطه او بنسميها اس اس اي طب ده علاجه ايه ده كنت بسحب بيريكارديو سينتيز ده علاجه اقول لك اشر البيريكارديا اشره يعمل بيريكاردييكتومي تهنا صح لو عايز افرق بينهم عندي كذا فرق اهم الفروقات ايه ان رقم واحد اللي عنده تامبونات ده او فيوجن الاكسري القلب كبير كده صح عنده حاجه اسمها فلوسك شيب دهات وكمان ولما اعمل اي سي جي عنده حاجه اسمها لو فولتج اي سي جي واما عالجه اهم حاجه اسحب الميه اعمل حاجه اسمها بيريكارديو سينثيسيس طب اللي عنده كونستركتيف بيريكارديتس محاضر فايبر ستيشو القلب عامل ازاي قلت لك سمول سايز دهات صح وحواليه كالسيفيكيشن وفايبوزس وكمان
وهو بيريلاكس بيخبط في في الفايبر سيشن يعمل حاجه اسمها اس سي او بريكارديال ناك. وما اجي اعالجه هسحب ولا هقشر؟ بريكارديكتومي. وساعات يعمل حاجه اسمها كوزمول سايل. يعني ايه كوزمول سايل؟ ان سبايرتو فيلنج اوف نيك فين اصله صغير قوي مش عارف يستقبل الدم فالدم بيسمع في النيك فين، لكن ده بتحصل معاه بس قليل، هنا بتحصل اكتر. ده اهم الفروقات بينهم. ماشي. ايه كمان عندنا؟ حاجه اسمها بيكسل تايد. الافيوجن ده لو زاد قوي وعمل افيوجن عمل تامبونات، ايه الكلينيكال بريزنتيشن بتاع البريكارديال تامبونات؟ ايه هي؟ لو القلب متحوط بميه بالشكل ده، مش عامله كومبريشن في عصه القلب في النص صح؟ عارف يستقبل دم الفينوس بقى، عارف يستقبل دم السيوجينا كده مش عارف، فده يسمع في النيك فين، يعني انا مالو كونجستد او ديستندد نيك فين. طب لما هو كومبريسد كده القلب اتضغط عليه خلاص، القلب اتفعص دلوقتي حواليه ميه مش عارف يستقبل الدم، هيلاقي حاجه يضخها؟ لا. يبقى عنده لو بلاد بريشر صح ولا لا؟ يبقى عنده ديستندد ولو بلاد. لما اجي اسمعه بالسماعه الهارت ساوند اسمعها قريبه ولا بعيده قوي؟ بعيده. عشان كاني بسمع واحد من قاع المحيط عشان الميه الافيوجن. يبقى عنده ديستنت ويك هارت ساوند. يبقى التمرين ده بيعمل ثلاث حاجات مميزين قوي لازم يكونوا موجودين فيه بالثلاثه بحرف الدي. ايه هي؟ ديستنت هارت ساوند عشان الميه، ديكريزد بلاد بريشر اصله مفعوص مش عارف يملى عشان يضرب بلاد بريشر، وكمان عنده مين؟ ديستندد نيك فين اصله مفعوص مش عارف يستقبل دم اصلا. ديستندد نيك فين، ديكريزد بلاد بريشر، ديستنت هارت ساوند. ده اسمه ايه الثلاثه دول؟ دول اسمهم بيكسل تايد. ثلاث حاجات بحرف الدي: ديستندد، ديكريزد بلاد بريشر، وديستنت هارت ساوند. صعب الكلام ده؟ ايه كمان عندنا؟ كمان بيكسل بريكارديال تامبونات وبيكسل تايد. عندنا حاجه اسمها شوك يا جماعه. يعني شوك؟ ايه الحاجات اللي يقول لك؟ جا سؤال قبل كده قال له قول لي فور ديزيزز اسوشيتد بكارديوميوباثي، اذكر لي اربع امراض كده بيحصل معاهم كارديوميوباثي. مين هم الاربع امراض دول؟ حاجات كتيره جدا بس اعرف لي على نفس الاسطمبه كده، بنقول اميلوزس، سايكيلوزس، هيموكوموتوز. مين هم؟ اميلوزس، سايكيلوزس، هيموكوموتوز. الهيموكوموتوز حديد يتاثر في القلب، والحديد الايرون ده بيعمل دامج، بنقول ذا ايرون هارت از ويك وان. القلب الحديد ده قلب ضعيف، معناه من الحديد، اصل الايرون بيعمل دامج للكارديك مسل. رقم اتنين اميلوزس، واحد عنده اميلود بروتين متصنع بكتير بيتاثر في الكدني وفي السكن وفي الفيسل وفي الهارت، بدل ما كان ماسل بقى اميلويد، مش هيعمل كونتراكشن ده هيعمل ويكنس. او سايكيلوز، سايكيلوز بيحصل فيه برضه دامج وفايبروزس في الكارديك مسل بالانتي بوليمرات اوتو اميون. ازود عليهم مين كمان؟ ازود عليهم الاكوميجالي. الاكوميجالي بيكبر عنده كل حاجه، بيكبر الكارديك مسل. هتقول لي ما هتخنت اهي، هتكون تعبت حلو. اقول لك تخنت بنفس عدد الكورنيا ولا زادوا؟ بنفس عدد الكورنيا صح، فالدم ما يكفيهاش فيحصل ويكنس في الكارديك مسل. يبقى أربع أمراض أميلوز، سايكيلوز، هيموكوموتوز، زود مين؟ أكوميجال. القطة بتتكسر. طب بعد كده إيه كمان؟ ممكن نزود حاجة اسمها عندنا حاجة إيه اللي يعمل صادن ديس في الكارديك ديزيز؟ إيه الأمراض اللي تعمل صادن ديس يا محمد رسول الله؟ ليه ما يعملش صادن ديس؟ يعمل صادن ديس خصوصًا سبيشلي في الليفت كورنيا. لو كان قافل الليفت كورنيا بيغذي الليفت سايد. تمام. الكومبريشن مايكارديال أوبشن ما يعملش؟ يعني مايكارديال يعمل هو أكيوت، يعمل صادن ديس. القلب فارق عن نفسه صح ولا لا؟ لو حصل شوك كارديوجينيك شوك ما تموتش؟ موت كارديوجينيك. اهم حاجه كارديوجينيك شوك مايكارديال رابشر ومس. طب الاريزميا اللي حصلت، الفيتاك والهارت بلوك ما يعملوش؟ يبقى اغلب الحاجات بتعمل صادن ديس. مش احنا قلنا في اخر الايرلي كومبليكيشن صادن ديس؟ يبقى قلنا بكل اللي قبلها. انت قول الحاجات اللي في الايرلي كومبليكيشن كلهم بيعملوا صادن ديس. طيب ايه كمان؟ عندنا حاجه اسمها هاي كارديك اوتبوت فيلير. ايه اللي يعمل هاي كارديك اوتبوت فيلير؟ يعني ايه هاي كارديك اوتبوت فيلير؟ يعني القلب بيضخ دم كتير بس ملوش لازمه، مش مستفيد منه. مين هي الحاجات دي؟ او في النهايه يحصل له هارت فيلير. كان بيضخ في النهايه حصل له هارت فيلير. الحاجات اللي تعمل كده مين؟ رقم واحد انيميا. اصل الانيميا ده دم زي الميه، عمال الدم يجري في السيركيوليشن، والانيميا مقلله البلاد فيسكوستي، فالدم بيجري بسرعه ويرجع القلب، القلب يضرب تاني. زي مثلا انا جبت اتوبيس كان عندي 10 اتوبيسات بحملهم وبحمل الزقازيق برضه، استبدلت لهم اتوبيس واحد بس عملت له حاجتين. ايه هما؟ فتحت الطريق قدامه كده صح وحملته خفيف، هيعمل ايه؟ اصبح الاتوبيس ده عمال يجري رايح جاي رايح جاي، هيقوم بكفاءه ال10 لان الطريق قدامه مفتوح صح بيجري، بس على حساب موتور الاتوبيس هيبوظ في الاخر، هيحصل له فيلير. يبقى امتى يحصل هاي كارديك فيلير؟ قال لك لو عنده انيميا، الفيسل واسعه، ما الانيميا عامله هايبوكسيا والدم خفيف بيجري 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 على حساب القلب. او كمان لو عنده سايروتوكسيكوزس، السايروكسين عامل نفسه بتسافازو دايليتيشن ويستيموليت القلب، يزود الميتابوليزم بتاعه، عمال يجري يجري فيلير. ايه كمان؟ لو عنده مشكله نيوتريشنال زي البيري بيري، مشكله نيوتريشنال، عنده فيتامين ديفيشنسي، فيتامين بي ديفيشنسي، بيضرب دم كتير بس كده كده الدم ما فيهوش الفيتامين، فبرضه في النهايه يحصل هارت فيلير، عمال يضرب اكتر. اخر حاجه ممكن مين؟ واحد عنده اي في شنط، ارتيريو فينوس شنط، ما هو عنده ارتيريو القلب ضرب الدم مثلا في شنطه اهي، مش ده اورتا وده بالمونيفين،
العمل شنط ما بين الاورطه والبلمونه بتحصل زي حاجه البي دي اي مثلا. الاورطه القلب بيضرب كتير قوي والدم قبل ما يروح للجسم كان لف هنا ورجع من الناحيه الثانيه فاهم حاجه؟ فانا بلور على القلب والدم ما بيوصلش للجسم مفيش كارديك. يبقى بيعمل هاي كارديك فيلير مواضيع مهمين انيميا وسيروتوكسيكوز صح وكمان نيوتريشنال بيبي وايفيشنت. يبقى اتنين ايه انيميا والثانيه ايفيشنت. طب وكمان نيوتريشنال سيروتوكسيكوز اتنين ايه انيميا ايفيشنت وبعدين نيوتريشنال سيروتوكسيكوز صعب الكلام ده. طب في سؤال اسمه شوك. الشوك ده مش مهم قوي. يعني ايه شوك يا جماعه؟ قلنا يعني سيركيوليتي فيلير الدم قليل في السيركيوليشن او الدم مش ماشي في النهايه هيوصل للتشو يحصل هايبو بيرفيوجن. يبقى كلمه شوك عباره عن سيركيوليتي فيلير ليدنج تو اديلا انادكوات بيرفيوجن. ايوه انا عنده شوك الدم مش واصل للتشو سيركيوليتي فيلير ليدنج تو انادكوات بيرفيوجن. انواع الشوك ايه؟ ممكن مشكله في القلب نفسه صح. واحد عنده حاجه اسمها كارديوجينيك شوك خدناها من شويه صح ولا لا؟ ممكن مشكله كمان حوالين القلب مقفول عليه مش عارف يستقبل دم اوبستراكتيف شوك زي التامبونات صح. ممكن طريق مقفول هنا ومشكله في الفيسل نفسها حاجه اسمها فاسكولار شوك. او ممكن ايه كمان او بنسميها هايبوفوليميك احسن هايبوفوليميك شوك او حاجه اسمها ديستريبيوتيف. تعال نشوف الاول انا قلت مين. قلت رقم واحد ممكن يكون ايه كارديوجينيك شوك. كارديوجينيك يعني ايه القلب في مشكله ما حصل ماسيف انفاركشن ما عادش قادر يضخ قلنا كل الكريتيريا بتاعتها من شويه دي اسمها كارديوجينيك. او مشكله اوبستراكتيف ليه في اوبستراكشن في حاجه محوطه القلب عامله ليميتيشن للبرفيوجن القلب مش واصل القلب ده مش واصل القلب ناقص الفينوسيرتين يعني فهو مش عارف يملى فمش عارف يضخ فدخل في شوك. دي اسمها ايه؟ دي اسمها اوبستراكتيف شوك تحصل مع البريكارديال افيوجن او التامبونات. طب الهايبوفوليميك القلب حلو بس الدم مش موجود في السيركيوليشن اصلا يا العيان ده غالبا حصل له بلاد لوس فقد دم او فقد بلازما لوس او فلويد لوس. بلاد لوس عامل حادثه حصل له هيموش مفيش دم دخل في شوك اي حد بينزل في شوك. بلازما لوس حصل له سيفير بيرن اتحرق مكان كبير والبلازما طلعت قل بلاد فوليوم. او فلويد لوس عنده جي اي تي انفكشن عنده دايريا او فومتنج بس سيفير يحصل مع مين السيفير دايريا وفومتنج مع الكوليرا مثلا الكوليرا بتموت بيه بالقصه دي كده. يبقى اللي يعمل هايبوفوليميك شوك واحد فقد بلاد بلازما فلويد بلاد هيموش بلازما بيرن فلويد دايريا فومتنج سيفير دايريا سيفير فومتنج. انا قلت ممكن كارديك كارديوجينيك شوك او ستاركتيف شوك او هايبوفوليميك شوك. ايه كمان ديستريبيوتيف يعني ايه؟ يعني عنده فازو دايليتيشن فالدم قاعد في السيركيوليشن مش عارف يوصل مش عارف يوصل للبيرفي. عندك خرطوم ميه لو انت مضيقه هيضغط الميه لاخر الشارع اخر شجره توصل صح. لو الخرطوم ده واسع كده هيضخ هنا ما يوصلش هناك. فلو عنده فازو دايليتيشن الدم مش هيوصل ده اسمه ديستريبيوتيف. ايه ديستريبيوتيف؟ واحد عنده نيوروجينيك شوك واحد عنده انافيلكتيك شوك واحد عنده سيبتيك شوك. مش السيبتيك عنده سيبتيسيميا وتوكسين عامله فازو دايليتيشن. النيوروجينيك مش كان فيها فيجل ستيميوليشن يا جماعه في الام واي فحصل فازو دايليتيشن والانافيلكتيك هايبر سنسيتيف بيعمل فازو دايليتيشن دي اسمها ديستريبيوتيف. اي شوك في الدنيا كاتنين كالبكشن معايا هايبوتنشن هايبوسيميا مفيش دم واصل القلب بيحاول يسرع تاكيكارديا والنفس تاكبني عنده ايه هايبوتنشن هايبوسيميا تاكيكارديا تاكبني مفيش دم يبقى بيل ولا وش احمر بلو ومفيش دم وصل للكدني اولوجوريا. يبقى اي شوك كلينيكال بريزنتيشن هايبوتنشن هايبوسيميا تاكيكارديا تاكبني بلو اولوجوريا ما عدا السيبتك شوك ما فيهاش هايبوسيميا فيها هايبوسيميا صندا انفكشن. والنيوجينك شوك ما فيهاش تاكيكارديا فيها بريكارديا. علاج الشوك على الجلوكوز صعب الكلام ده دي اسمها شوك كارديوجينيك شوك وكارديو هاي كارديو. في حاله اسمها دوكسيكارتيا في الانفكتيف اندوكاردايتس. ايه الدوكسيكارتيا دي؟ احنا عشان نشخص انفكتيف اندوكاردايتس كنا بنهتم بحاجتين مهمين قوي. عندنا الدوكسيكارتيا ميجور كارتيا وماينور. ايه الميجور؟ انا عشان اشخص انفكتيف اندوكاردايتس كان عندنا مهم حاجتين مهمين. مش هي اسمها انفكتيف اندوكاردايتس؟ يبقى عشان تثبت ان واحد يا محمد يا صلاح عنده انفكتيف اندوكاردايتس كان لازم تثبت حاجتين انه اسمها انفكتيف لازم اثبت انه عنده انفكشن واسمها اندوكاردايتس لازم اثبت عنه كاردياك ليجن. اكتر حاجه تشوف القلب هي مين الكاردياك ليجن الايكوكارديوجرافي. واكتر حاجه تثبت الانفكشن هي مين تجيب نوع الاورجانيزم الكالتشر صح ولا لا؟ يبقى انفكتيف اندوكاردايتس عشان اثبتها اثبت ان في انفكشن واثبت ان في كارديك ليجن. يبقى دول الميجور كارتيريا. يبقى الميجور كارتيريا مين هي؟ اول رقم واحد ايكوكارديوجرافي فايندنج ورقم اثنين كالتشر. الكالتشر قصتها ايه؟ احنا بنعمل كالتشر دي ازاي؟ بقول رقم واحد بناخد ثلاث عينات سيو سامبلز ار تيكن وكالتشرد اندر ايروبيك اند انيوك وبعدين الريزلت تطلع في خلال من 3 دايز ل 3 ويكس. انا عملت ايه؟ خدت 3 عينات عشان ادور على كل انواع الاورجانيزم بعملها كالتشرد اندر ايروبيك اند انيوك كونديشن. الريزلت اوبتيند ويزن من 3 دايز ل 3 ويكس 3 تلاتات كده صح؟ 3 عينات 3 دايز كام دول؟ 3 9 صح؟ يبقى بوزيتيف حط جنب 9 0 في 90% من الحالات. يبقى الكالتشر سي سامبل ارتيكن كالتشرد اندر ايروبيك اند انيوك تطلع في 3 دايز 3 ويكس بوزيتيف 90%.
الكالشر تطلع تحدي الاوجن هو اهم ومناسبه بين هي الستيبت فيدنس وستيبت في كالس ستيبت او ستاف يعني يا ستيبت فيدنس يا اما ستاف يا اما الحاجات دي كلها. اهم حاجه الستيبت فيدنس دي. ايكو كارديوجرافي فايننج لو عنده انفكتيف اندوكاردايتس هيبقى عنده سومبس في القلب فيها بكتيريا اسمها فيجيتيشن. هل عنده ايه؟ بيج ماس في القلب بيج فيجيتيشن يبقى بيج ماس او بيج فيجيتيشن. او لا البكتيريا الموجوده في القلب زي الستاف بتطلع بص ومش عارف ايه تعمل ابسس في القلب. هل عنده مايكارديال ابسس خروج في القلب. او لا عنده مشكله في الفالف نفسه اللي هو كان سبب الانفكتيف اندوكاردايتس عنده فالف لو مشكله. يبقى مين هي الايكو كارديوجرافي عنده انتر كارديك ماس زي الفيجيتيشن او عنده البكتيريا بقى عملت ابسس او عنده فالف لو ديزيز. صعب الكلام ده. يبقى اثبت انفكتيف اندوكاردايتس ايكو انفكتيف كالتش ايكو كارديك اندوكاردايتس يعني كارديك ريجن بالايكو دي اسمها ميجور. طب الماينور كارديا مش هو عنده انفكشن يبقى لازم عنده فيفر صح ولا لا؟ رقم اثنين كارديتس عنده ايكو كارديوجرافي فايلنج لو دي سمول فيجيتيشن ممكن برضه اسمي بيها انفكتيف اندوكاردايتس. ايه كمان؟ بول سيولوجي ايكو كارديوجرافي ايمونولوجي. ثلاث حاجات سيولوجي ايمونولوجي ايكو كارديوجرافي. مين هما؟ سيولوجي ايمونولوجي ايكو كارديوجرافي. سيولوجي بداها بحب اشوف انتي بودي في الدم مش هو عنده انفكشن ممكن لها انتي بودي حاجه زي الانتي نيوكلير انتي بودي ممكن تكون موجوده. سيولوجي ايمونولوجي بشوف الحاجات اللي حصلت بسبب الايميون سيستم. ايه الحاجات اللي حصلت بالترتيب؟ حاجه في النيل اسمها سبلنتر هيموش وين حاجه اسمها اوزلر نيديول وجينويز نيديول. بلا عنده ايه سبلنتر هيموش اوزلر نيديول جينويز نيديول. الجينويز دي جميله ما بتوجعش. جينويز بيجي جميله بيجي ما بتوجعش بينلس. الاوزلرز بالاو او ماي جاد اوزلرز او ماي جاد دي بتوجع بينفول دي بينلس دي بينفول سبلنتر هيموش. يبقى سيولوجي ايمونولوجي ايكوجار سيولوجي ديتكت الانتي بودي امينولوجي سبلنتر هيموج اوسس بوت واوزلر نيديول وجينويز نيديول وحاجه اسمها اوسس بوت بس دي مش مهمه. ايكو كارديوجرافي قلنا ديتكت سمول فيجيتيشن زائد مين الفيفر تهنا. ثانك يو فيري ماتش ثانك يو فور جود ليسننج.